And it is back up the middle into center field, a base hit. From third comes Ellsbury, and the Yankees just like that take a 1-0 lead. That was fast. Signed by the Yankees, a free agent to a 3-year contract, and he sends it into right center field for a base hit. From third comes Jeter, and Beltran has got himself an RBI single. The Yankees with a 2-0 advantage. He's got a fastball, a cut fastball, a slider, a curveball, and a split-fingered fastball. Now, I don't know if we're going to see all of those. We've already seen the fastball and the cutter. Napoli strikes out to end the first back-to-back K's for Tanaka. Swing and a miss. Brzezinski strikes out, 94 on the fastball. Third strikeout for Tanaka. Teixeira down the right field line, falling fast, and that's going to fall fair. Around from second base comes Soriano. As Sizemore digs it out into second base, and an RBI double goes Mark Teixeira. The Yankees up their lead to 3-0. He's going to make sure he covers third base if he does take off. This is struck well to left field. Gomes on the run is going to get there. One hops the wall. Teixeira coming around from second. To second base goes McCann. Third straight double in the inning for the Yankees, and they jump out to a 4-0 lead. Ava gets a fastball and drives it a long way to deep right field. Back beyond the bullpen and into right. Home run for David Ortiz, his fourth of the year. Again, in the good hitter's count, 3-1. He gets the fastball. In the air to left, and this is hit well towards the monster seats and gone. A blast to left for Napoli. His fifth home run. Sox go back to back, Ortiz and Napoli. Line to left center field and a base hit. From second base comes McCann. Roberts being waved around. Throw goes to second base. Two runs in for New York. They take a 7-2 lead, and Jacoby Ellsbury drives in a pair. In the air to deep right field for Beltran. Back goes Sizemore, and that ball is gone. Carlos Beltran, his fifth home run of the year. The Yankees lead it 9-2. مرحبا، هل تعلم ما هو نظام إحصاء المشاهدة التلفزيونية؟ هو نظام يتبع معايير عالمية لقياس تأثير المحتوى والبرمجة لدى القنوات التلفزيونية. هو نظام يحصي بيانات المشاهدة من كافة فئات المجتمع لنتعرف على سلوك المشاهدة في المملكة بواسطة جهاز إحصاء البيانات الذي نقوم بتركيبه في المنزل، ويتصل الجهاز مع التلفزيون ليرصد البيانات بدقة، والجهاز يحصي فقط البيانات التي تتعلق بالبرامج وزمن وأوقات المشاهدة. وبعد إحصاء وتحليل البيانات، نقوم بإصدار تقارير تساهم في تحسين المحتوى وأوقات البرامج، مساهمة أيضاً في تطوير مجالات الإعلام والتلفزيون وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع القرار في المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين الأقواس، والذي يأتيكم مباشرة عبر القناة السعودية الرياضية الأولى من العاصمة السعودية الرياض، وتحديدا من البهو الخاص في فندق تيارا في حي الواحة. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا مواضيع متجددة متنوعة
هذا البرنامج الذي يحكي واقع الأسبوع الكامل من نهاية الحلقة بين الأقواس الأسبوع الماضي حتى بداية حلقة اليوم، أبرز الأحداث الرياضية نحاول قدر المستطاع أن نختصرها في هذا البرنامج. اليوم إن شاء الله تعالى ضيوف جدد متجددين في مواضيع متجددة، أيضا أسعد بتواجد نخبة مميزة من الزملاء الإعلاميين في الإعلام الرياضي السعودي، الأستاذ عادل عصام الدين الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، الدكتور فهد القريني الناقد الرياضي، عبد الكريم الجاسر الناقد الرياضي، وعبد الله الفرج الناقد أيضا الرياضي. أهلا وسهلا فيهم جميعا. بإذن الله تعالى الجمعة أو الخميس القادم الأول من شهر مايو هو ختام الموسم الرياضي الطويل في المملكة العربية السعودية، وهذا الختام هو خير ختام عندما يشهد الوسط الرياضي السعودي المتابع بصفة خاصة والمتابعين عبر الوطن العربي الكبير بصفة عامة ختام الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، عندما يتوج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحضوره ورعايته وتشريفه أيضا الملعب الجديد ملعب الملك عبد الله في جدة، هذا الاستاد الجوهرة الحقيقة اللي الكل ينتظره من عشاق في المملكة العربية السعودية ومتابعين وحتى خارج الوطن العربي أو داخل الوطن العربي الكبير، عندما ينتظرون افتتاح وتدشين هذا الملعب الكبير والمميز والنخبوي كما يطلق عليه. بالفعل نحن بحاجة إلى منشآت رياضية ضخمة وجميلة ترتقي لحجم الرياضة السعودية. 1,000,000,000 مبروك للسعوديين هذا الملعب الكبير والمميز الذي سيكون يوم الخميس القادم في افتتاحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. الشعب عبد الله أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعينا الكرام. إذن بانتظار إن شاء الله تعالى الخميس القادم على أحر من الجمر عندما يشرف خادم الحرمين الشريفين الرياضيين بافتتاحه لهذا الملعب الجميل والمميز والكبير. أجدد التحية والترحيب بمن جاء معي خصيصا الحديث أكثر حول مجريات حلقتنا لمساء هذا اليوم، حياك الله أبو لما، شكرا لوجودك معنا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وسعيد بوجودي في هذا البرنامج الناجح واللي في فترة قصيرة الحقيقة يعني سويت لك اسم حلو صراحة. بدأ يجاملنا أبو لما، شكرا أبو لما صراحة من جد. شكرا حبيبنا، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك. أنا بجامل بس أنا أقول أيضا أشكركم كم أعطيتنا فرصة مع الإعلاميين المتميزين. الله يبارك فيك، حياك الله أبو يزيد. يا رسول الله حياك. أنا مطاق معك أنا شوي بس يلا ما يخالف. لا أنت ما بعد بدأ الطقاق لسه. ما يخالف، حقول بس المشاهدين بعد شوي ليش أنا مطاق معك. ما يخالف. إذا جاء دوري الطلاسي آخر شيء. آخر الحلقة. وسعيد بوجود مع الزملاء الأفاضل. الله يحييك، هلا وسهلا أبو ناصر. الله يحييك. شكرا لوجودك معنا. الشكر لله عز وجل، أنا سعيد بتواجد معكم في هالحلقة وإن شاء الله نقدم حلقة يعني تكون مفيدة إن شاء الله. الله يحييك. لما نتكلم يا جماعة الخير على ملعب ضخم جدا بهذه يعني بهذه الضخامة وهذا الرقي، بالتأكيد لازم أن نتوقف عند هذا الأمر، وإحنا كسعوديين أيضا يعني يجب علينا أن لا نجامل. نعم إحنا نفخر بوجود هذا الملعب المميز، وبنفس الوقت طالب الرياضيين بشكل كبير جدا في السنوات الماضية
بأنه يا جماعة الخير وانبحت الأصوات أن المملكة العربية السعودية تستحق منشآت رياضية ترتقي لمستوى حجم الرياضة اللي موجود في المملكة العربية السعودية. بولما أول شيء نشيد جميل صراحة، صراحة يهز يعني عارف والله جميل يعني لحنا وكلمات يحرك المشاعر جدا. بعدين في واحد اسمه سالم سرور، لأن صراحة لازم الرجل جاء قبل نطلع الهواء سلم علينا، وأنا ليش يعني أبغى أقول اسمه لأنه هذا نموذج من النماذج السعودية الجميلة صراحة أدبا. شوف إلى الآن ترك الساحة من زمان لكنه أخي أخلاقه حلوة وكان لاعب جيد، فأنت شبابي وأهني يعني أبو لما اليوم. أنا أعتقد أن سالم سرور من أفضل اللاعبين السعوديين اللي مروا على الكرة السعودية، ولكن ظلم إعلاميا صراحة، ظلم إعلاميا صح. كانوا موجودين في اللوبي فهد المهلل وسالم سرور أعتقد لإجراء حوارات مع بعض الإعلاميين. تفضل. والله ونعم فيهم. الأستاذ أكيد يعني شوف بالنسبة لنا إحنا يعني مش الأسبوع هذا، ترى من شهور كل جدة أكيد طبعا السعودية كلها لكن جدة بالذات تحديدا هي تتحدث عن هذا الأستاذ. أتأخر علينا كثير، تصور الأستاذ هذا قبله أستاذ الأمير عبد الله الفيصل بدأ قبل وإلى الآن ما انتهى. هنا في مشكلة طبعا في الأستاذ هذا. أول شيء هو يعني بالنسبة لنا إحنا الحقيقة فعلا جوهرة بننتظرها، لكن من باب ثاني يعني أنت الحديث عن الرئاسة منشآت الرئاسة التأخير، إحنا بنتحدث عن ثلث الإمكانات اللي في أي دولة تطلبها. إيش الإمكانات؟ أنت عشان تتطور أو عشان تصل إلى مصاف الدول المتقدمة عندك ثلاثة عناصر للإمكانات اللي هي أول شيء التمويلية، وبعدين المالية المادية اللي هي المنشآت، وبعدين البشرية من تدريب وحكام ولاعبين وإعلاميين كلها هذه. أوكي. تصور الثلث هذا اللي هو الجانب المادي اللي هي المنشآت. إحنا هذه أكبر مشكلة إحنا عندنا. مات الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، أنت استفدت من المنشآت اللي قدمها أو قدمت في مرحلة الأمير فيصل استفدنا وحققنا إنجازات، لكن المنشآت هذه انتهى عهدها. ما جددنا، ما دول أخرى سبقتنا، دول الخليج يعني سوت منشآت تفوقت فيها علينا يعني بكثير. إحنا ولهذا شوف يعني الحقيقة شفت كيف العطشان، إحنا عطشانين ننتظر هذا الأستاذ. المفروض هذا زي هذا الأستاذ الحقيقة موجود من زمان، أكيد هدية جميلة، أكيد طبعا الأستاذ عصري أحد أحدث الأستاذات، لكن المفروض في كل نادي الآن. أنا كنت طالب من زمان أقول يا أخي افتحوا المجال يا أخي، ليش وأي رجل أعمال خليه يسوي أستاذ. أنت تصور قبل 60 سنة وخمسين سنة نسمع بملعب الصايغ والصبان وإسلام، أنت تصور الفترة هذيك كان في شبه، طبعا هي ما هي خصخصة ولكن الفكر كان أفضل من الآن. كان رجل يسوي له ملعب ويأجره لاتحاد كرة القدم أو للرئاسة العامة لرعاية الشباب. لمس كان المفروض الخطوة هذه تقدم عليها من 15 سنة من 20 سنة أنك تفتح المجال لأي رجل أعمال خاصة إذا كان عضو شرف يا أخي أبني أستاذ وخليه باسم الاتحاد. هذه خطوة بعد فترة أبو زياد، ممكن الحين صعب أنك تتكلم فيها الآن لأنه أسف بس يا دكتور موضوع القطاع الخاص هذا يعني موضوع ما راح صدقني ما راح توقف عند نقطة معينة، الموضوع طويل جدا. أعلق على كلام لكن بس إذا سمحت لي يعني أنا بضيف لكلام أبو لما سيد عادل عصام الدين، ايضا ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. صحيح. انا اقول لك شوف جده تستحق من فتره طويله جدا، نعرف احنا الدربيات اللي بين الاتحاد والاهلي دائما ما تكون مثيره ودائما ما تكون الجماهير فيها بحضورها كبير جدا، وكان الاستاذ الامير عبد الله الفيصل لا يستوعب هذه الاعداد، ولذلك انا اعتقد ان جده كانت تستحق هذا الملعب من زمان، وانا اعتقد انها يعني جاءت متاخره ولكنها جاءت على احلى صوره. صحيح. يعني لما تشوف الملعب الان تقارنه بالملاعب الاوروبيه اعتقد انه على اعلى مستوى، يمكن انه الان من افضل الملاعب على مستوى العالم. لكن النقطه المهمه ابو زياد ماذا بعد الحين، ماذا بعد الان افتح؟ خلنا نفرح يا ابن الحلال، خلنا اقول لك خلنا نفتح هنا الملعب الحين. هنا تجيك المشكله اللي عمليه التشغيل والصيانه، وهذه هي المشكله الرئيسيه اللي تواجه الملاعب في المملكه بشكل رئيسي. اعطيك مصدري. نعم. اعطيك مصدري بعد الافتتاح. نعم. يوم الخميس القادم باذن الله تعالى 1 مايو الملعب سيستمر تحت عهده أرامكو لمدة 3 سنوات. طيب وبعدين كل شيء، وبعدين كل شيء شوف تتكلم عن صيانة تشغيل أمن أبو زياد يعطيك زراعة مياه كهرباء كل شيء لما تشتري أي شيء يعطيك 3 سنوات ما يسمونها ضمان، هو عارف أن 3 سنوات هذه مش حيكون فيها أي مشكلة، لكن ما يحدث بعد 3 سنوات هو المشكلة، لذلك من اللي حيستلمه بعد 3 سنوات هذه هي المشكلة.
لأنك أنت الآن هذا الملعب يستحق أن فعلا يتم المحافظة عليه بشكل كبير جدا. لابد أن يكون هناك عقد صيانة وتشغيل على أعلى مستوى حتى تستمر هذه المنشآت في يعني استقبال المباريات واستقبال الجماهير على المدى الطويل. احنا نشوف المعاناة اللي يعانونها الجماهير لما يروحوا المباريات اللي في ملاعب المملكة المختلفة. الله يكرمك، دورات المياه ما هي جيدة، منافذ التغذية غير موجودة، المواقف غير موجودة، كل شيء ممتاز. يعني فلذلك أنا أقول هذه النقطة الأساسية اللي افترض أنه يركز عليها. ممتاز. أبو يزيد عبد الكريم الجاسر، من أي زاوية تبغى تلمس الجوهرة؟ والله شوف، هو وجوده بحد ذاته يعني حدث ما هو بسيط، يعني ما في شك أنه أنت عندك ملعب على أحدث المواصفات العالمية ويكاد يكون أحدث منشأة رياضية يمكن على مستوى العالم. صحيح. يعني بمواصفات كل الملاعب العالمية والدولية، وهذا شيء يسعد الجميع. التشغيل أيضا جانب مهم، أنه حيكون فيه 3 سنوات لشركة أرامكو، بالتأكيد أنه هذا سيساهم في توفير التدريب وكيفية إدارة المنشأة والمحافظة عليها، بحيث أنه يكون عندك بعد 3 سنوات ستاف مدرب وجاهز ممكن يواصل المهمة مع الرئاسة العامة رعاية الشباب. لكن الحاجة لا زالت قائمة لوجود منشآت أخرى. يعني إحنا شاهدنا أنه في تقريبا سنة واحدة أنشأنا ملعب واحد تقريبا تكلفته حول 2 مليار. يعني ايش اللي يمنع انه يقام خلال 3 سنوات القادمه 3 ملاعب و4 ملاعب في نفس التوقيت؟ ايش اللي يمنع انه يقام ملعب في الشرقيه وفي القصيم، في الاحساء، في نجران، في ابها، في تبوك، الجوف؟ وليس شرطا ان تكون بنفس الحجم ونفس المستوى. انت يعني ناقد، انت ناقد رياضي، قول لي ايش اللي يمنع؟ قراءتك انت وشي؟ هذا اللي احنا نطالب فيه، نطالب انه يكون فيه يعني الدوله ولله الحمد على مستوى عالي من الحمد لله من المسؤوليه ومن الرغبه في يعني الاستثمار في بناء الانسان وتحقيق الرفاهيه وتحقيق متطلبات. الان اصبحت متطلبات ضروريه، كره القدم هي رساله للعالم، هي واجهه للبلد، هي يعني مكاسب عديده تحقق الشباب الرياضي من خلال الرياضه ومن كره القدم. وبالتالي يجب ان نتجاوب، ان يكون الفكر اللي يقرر يتجاوب مع هذه الحاجه وهذا المطلب، انه يكون فيه يعني منشآت رياضية على مستوى عالي. ولو حققنا يمكن 10 ملاعب برضو حنكون محتاجين. يعني الآن الناس تتحدث عن زيادة فرق الدوري، أنت غير قادر على زيادة فرق الدوري، أنت ما عندك ملاعب تلعب فيها على مستوى الفريق الأول مباريات الدوري الممتاز اللي هو دوري المحترفين، فما بالك بالفئات السنية، ما بالك في أي يعني فئات أخرى تحتاج أنك يكون فيها. ممكن بس أعلق، وأنا ما أبغى أخذ الحديث يعني أيضا أصير أكثر واحد يتحدث، إذا كان حديث مفيد ليش ما تأخذ أنت ويأخذ ولما كل أخوان يأخذونه. في نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولى هل نحتاج أيضا يعني ملاعب بهذا الحجم يعني الكبير الضخم، الأعداد الجماهير فيه 60,000 70,000؟ أنا أعتقد ممكن نحتاج في المناطق الرئيسية زي الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ولكن المفترض أن الملاعب الأخرى تكون حجمها يعني في متناول، يعني تستطيع أنك على الأقل تملى هذا الملعب. أنا أشوف يعني الدرة ما يمتلي إلا يمكن في كل 5 سنوات أو 4 سنوات يمتلي مرة واحدة. يمكن شفنا بمباراة الهلال ومباراة النصر وامتلى في التتويج، ومباراة النصر الهلال الأخيرة اللي كانت ضد سفهان الكوري. حتى مواصفات الاتحاد. أنت تتكلم دكتور. خلينا لا بس دكتور، أنت تتكلم عن حاجة. نعم. ولا تتكلم تبغى تملي الملعب من الجمهور. لا أيضا. حاجة أولاً. إيه حاجة أيضاً لازم يمتلي. يعني الحاجة. ما حطني ملعب ولا يجي. الحاجة يعني جدة بحاجة إلى ملعب. لكن أنا بعطيك حل الكلام اللي طرحته على أبو أو التساؤل اللي طرحته على أبو يزيد. متى يكون في كل مدينة استاد؟ لما تكون هناك شركات متخصصة مستثمرة تستثمر، مثل ما ذكر أبو لما من شوي. أنا هنا تقدر تستطيع أن تبني في كل مكان، أما الحكومة لن تستطيع أن تبني لك استادات في كل مكان أبداً. لا بالعكس، أنا أعتقد أنها تستطيع. يعني لو استطعت يزيد لن تستطيع يعني أن تشغلها وتصينها. الآن لما راح الهلال قبل 3 سنوات في ملعب بنثينايكوس كان الافتتاح ولعب فيه، قيمة الملعب 300 مليون ريال، 60 مليون يورو. من يملك الملاعب؟ النادي ولا لا؟ في النادي. وبالتالي ايش اللي يمنع ان الدوله تقيم ملاعب في مختلف المناطق؟ يعني انت الان لو يجيك فريق ضيف يحتاج ملعب يتمرن فيه ما عندك. صحيح. انت لو تسوي صيانه لملعبك ما عندك مكان تتمرن فيه. يعني انت اشكاليه لما كبيره جدا استثمار يا ابو يزيد، انا اعتقد انها بتكون صعبه جدا على ليش صعبه؟ الدولة انت اول شيء انها تصينها، انت بلد عندك تشغلها. انت بلد عندك فائض ميزانيات ولله الحمد خير من رب العالمين. يزيد احنا دائما وهذه اشياء احنا دائما نطرح دائما وزارة المالية ما تدفع فلوس، وزارة المالية ما تدعم الرياضة. لا لا احنا نقول يعني نطالب انها تدعم. طيب احنا ضد الشيء هذا، احنا نقول عندنا خير ويجب ان يكون هذا الخير في البلد. أكيد. ان يكون في ملاعب، يكون في منشآت، يكون في فنادق، هذا احنا في فندق. ايش اللي يمنع؟ ايش اللي يمنع؟ يعني اسوأ شيء نقص القادرين على الكمالي. انت قادر انك تكون بلد على اعلى مستوى 5 ستارز،
في شوارعك، في مبانيك، في منشآتك، في كل شيء، وهذا خير من الله. لكن إذا أنت عاجز، هنا الإشكالية، هنا الشيء اللي احنا يجب أن نناقشه. طب أنت ليش ما تفتح الفرصة الآن يا أخي؟ أنا شخصيا أبغى أبني ملعب، ملعب أبو 30,000 في مدينة الطائف، أعطيني فرصة أنا كرجل أعمال. ما أعتقد أنه حيكون فيه، يعني تحطيت في مدينة الطائف مثلا، من اللي حيلعب فيه؟ وهل هي ما فيها أندية في الدوري؟ طب خلنا نسمع، هل هو استثمار مجدي أن مستثمر يبني ملعب في منطقة مثل يعني إذا في ملاعب في لا هو يمكن في تأكيد الكلام أبو يعني استثمار غير مجدي، يعني يمكن ما يشجع المستثمرين أنه يبادرون للشيء هذا. لا تأكيد الكلامة أنه ممكن أنا مثلا عندي ولا طيران الإمارات وسوى ملعب الأرسنال صحيح، طيب يجي يسوي النادي الهلال، يجي طيران قطرية تسوي النادي النصر، في شراكة مع الأندية، إيش اللي يمنع؟ هذا الشركات مو شرط أن يكون مستثمر، يعني واحد يعني يبني منشأة ويستثمرها كاسم كدعاية وإعلان، في ألف طريقة. لكن الأساس يعني نفرض الآن عندي ملعب في منطقة الطائف، منطقة الطائف اللي بيلعب فيها، إذا أنا ما طورت الأندية اللي هناك وعطيتها منشآت وهيأت لها أنها تتطور وتنافس وتصعد للممتاز وتشارك فيه، إذا ما له فائدة الملعب. هذا ملعب مدينة الحوية، البطولة العربية اللي في الطائف تصور بطولة ضحك، بطولة ما شارك يعني ما في اي لا ما في أندية، سو مجموعة في الطائف، لا تصور الشيء الغريب، مجموعة في الطائف ومجموعة في جدة، ليه؟ لأنه ما في ملاعب تدريب. اي نعم هذا الشيء والله كارثة، ملاعب تدريب حق جدة نازلين وطالعين وكذا، حتى الأندية تعاني الآن، النادي عنده أكثر من فئة. طيب عطني ناشئين شباب، عطني أبو ناصر عبد الله فرج، عطني تعليقك الأخير على الجوهرة. أنا طبعا أقول أنه عهد الملك عبد الله عهد بناء وتنمية في جميع المجالات. الحمد لله الرياضة الآن أخذت يعني بهذه المدينة الرياضية الرائعة، واللي إن شاء الله بنحضر حفل افتتاحها الخميس المقبل إن شاء الله، يعني أخذت الشباب الرياضي أخذ نصيبه. يعني أنا متابع يعني مثلا ابتعاث الطلاب السعوديين، تابع البنية التحتية مثلا مركز الملك عبد الله المالي، يمكن اللي الناس بس تروح وتجي على طريق الملك فهد رايحه جاء طريق القصيم ما يدرون ايش اللي صاير جوا. يعني المركز المالي هذا بيغير نظره العالم كله لمدينه الرياض، للعاصمه السعوديه هذه. ايضا الان الحمد لله الشباب السعودي يعني وشباب جده يعني يستحقون وبيحتفلون بافتتاح هذه المدينه على احدث طراز، احدث وسائل التقنيه. صحيح عندنا نقص في الملاعب في مدن كثيرة، ما نتمنى أنه لما نادي كبير يلعب مع نادي يعني في منطقة معينة أنه والله يصير الملعب يعني ما يستوعب الجماهير أو ما يكون فيه وسائل سلامة، نتمنى أنه يكون الملاعب في كل مكان. يعني نحتاج أنه الرئاسة العامة رعاية الشباب تتواصل مع يعني المقام السامي، تتواصل مع وزارة المالية، تحدد احتياجات وتقاتل للحصول على نصيبها. يعني مثل ما قال اخوي عبد الكريم انه الدوله الحمد لله ميزانيات كبيره ونصيب الشباب الرياضي كبير، كل ما كان الصرف على البنيه التحتيه والمنشات اللي كانت سبب في انه الشباب السعودي يكون يعني يشارك ويمارس الرياضه ويجيب منجزات في جميع المجالات. احنا نحتاج في الفتره كذلك المقبله الى منشات اخرى مثل مدينة الملك عبد الله الرياضية اللي إن شاء الله بنحتفل فيها الخميس. ممتاز. بروح لقلب الحدث بس دقيقة معي زميلنا غانم القحطاني مدير المسابقات السعودية على القناة الرياضية عبر القنوات الرياضية السعودية. مساء الخير أبو فيصل. مساك الله بالخير أبو زيد، مساك الله بالخير لك وضيوفك الكرام. الله يحييك. أنا ما عندي الشاشة وماني عارف أسلم عليهم واحد واحد. والله كلهم ناس طيبين، عادل عصام الدين وفهد الدكتور فهد القريني وعبد الكريم الجاسر وعبد الله الفرج. قايل لك انا قبل الهواء يا ابو فيصل، قايل لك فيهم كلهم، وانتم كلهم على الراس اخص استاذنا الاستاذ عادل عصام الدين اللي فتره ما قابلته وباقي الزملاء الافاضل. احنا سرقناه منكم اليوم من جده، جبناه هنا. الله يعطيك العافيه. ابو فيصل وش الجديد في 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 التنظيم، في تفاصيل الحفل؟ يعني احنا اليوم يعني ايضا نحاول نتواصل مع ارامكو ايضا، لكن في النهايه هم لهم وجهه نظر انهم ما يتحدثون عن هذا الامر كونهم يعني معنيين بشكل مباشر. احنا كقناة رياضية سعودية ايش شايف التجهيز اللي موجود في المباراة؟ ابو زياد طبعا في اشياء يسمح لي الظرف والمكان اني اتكلم فيها، وفي حاجات اشياء سرية لازم احترم خصوصية ارامكو
وانهم وثقوا فينا، وبالتالي لابد ان يكون هناك في سريه لبعض الامور. اللي صار اليوم طبعا اليوم يمكن البروفا رقم 10 يعني اقول لك وانا اعي هذه الكلمه، في بروفا شبه يومي بروفات. اليوم بروفا كانت طبعا حضور دائم من الامير نواف بن فيصل سمو امير منطقه مكه وعدد من المسؤولين والوزراء، واليوم وزير الثقافه والاعلام الاستاذ عبد العزيز خوجه شرفنا وحضر البروفا. فيه تشييد كامل على جميع ثقلات الحفل، فيه حضور من اعلى مستوى للبروفات اليوميه اللي حاته لهذا الصرح الكبير. يمكن انا ما ابغى ابالغ يعني الشيء اللي انا شفته اليومين الماضيه او الاسبوع الماضي شيء فوق الخيال من ناحيه تصميم ملعب، من ناحيه مقاعد، من ناحيه طريقه لعب، من ناحيه كميه الابهار اللي بتكون في حفل الافتتاح. طيب. يمكن الحفل يعني مقسم لعده اقسام، لكن انا الشيء اللي اقدر اقوله انه حيكون شيء مميز وجميل ولاول مره يمكن في الشرق الاوسط نشاهد هذا الشيء. ممتاز. على مستوى النقل التلفزيوني، نقل المباراه، هل القنوات الرياضيه السعوديه اعطت الحقوق لنقل هذه المباراه لاي قناه على في الوطن العربي؟ والله حتى اللحظه قبل قليل مع الدكتور محمد بريان ومعالي رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون، حتى الان لا توجد اي حقوق لاي قناه لنقل الحفل الافتتاح او المباراه. هناك رغبه من كل التلفزيونات العربيه، يعني كميه كبيره من التلفزيونات حابين، لكن حتى الان هذا الموضوع الى الان لم يبت فيه. المعلومات اللي عندنا انه المباراه حصريه على القنوات الرياضيه السعوديه وكذلك حفل الافتتاح حتى اللحظه. اذا استجد شيء جديد يعني ممكن يتغير الحال خلال اليومين القادمه. وللعلم يعني القنوات الرياضيه مستعد، يعني اليوم معالي وزير الثقافه والاعلام زار موقع البث من شركه العالميه وشاهد وجود 7 عربات، اكثر من 80 كاميرا في تصوير عن طريق الهليكوبتر، في سبايدر، فيه استوديو عالمي حيكون القنوات الرياضيه في التغطيه المتميزه حقتها. يعني فان شاء الله احنا نكون قدها ان شاء الله. وفي حاله اي يعني انا عارف حرص يمكن القنوات العربيه والخليجيه على المشاركه، هذا شيء يسعدنا حرصهم، لكن هذه الامور ما نقدر نفتي فيه لا انا ولا يمكن احد اكثر من الاستاذ عبد الرحمن الهزاع رئيس هيئه الاذاعه والتلفزيون. طيب قبل ما اختم معك ابو فيصل، استاذ غنم القحطاني، املك معلومه بانه الزميل عيسى الحربين المعلق الرياضي المعروف سيكون احد معلقين هذه المباراه عبر القناه الرياضيه السعوديه، نعم او لا؟ انا والله ما اقدر افتيك هذا الشيء، زميلنا عيسى موجود في قنوات الكاس وبالتالي ما اقدر افتيك هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع زميلنا جعفر الصليح وزميلنا الاستاذ مهدي المزارقه هم اللي جالسين موضوع المعلقين وهم اللي ينسقون ويرتبون فيه، بالتالي طيب. ما عندي علم والله ولا اقدر افتيك هذا الشيء لان الزميل موقع مع قناه الكاس ومرتبط مع قناه الكاس. طيب خذها مني، انا اقول لك نعم من الحين. والله اذا جاء الاستاذ عيسى الحربين يشرفنا هو او اي معلق من المعلقين الكبار، لكن في النهايه في عقود لازم تحترم، وبالتالي ما نقدر احنا يعني ما نظن احد يتكلم على احد من موظفينا، وبالتالي لازم يكون هذا شعارنا مع الطرف الاخر. يعني موفقين ان شاء الله استاذ غانم القحطاني في النقل ان شاء الله في هذا الحدث الكبير. الجمهور الرياضي ينتظر ان شاء الله تعالى المزيد من القناه الرياضيه السعوديه ان يكون ختامها مسك، خصوصا في نقل هذه المباراه والاستحقاق المهم في نهائي كاس الملك. شكرا لك ابو فيصل. شكرا. كنت بتقول شيء انا قاطعتك سامحني. والله يا عشان بنقفل هالموضوع ندخل على موضوع ثاني. نتكلم عن المشاريع بشكل عام، يعني احنا توقفنا فتره من الزمن وسبقتنا دول العالم بالذات الدول القريبه منا، وبالتالي احنا نحتاج الى ان يكون لدينا خطوات اسرع من الخطوات السابقه. يعني هذا المشروع لو كان قبل 15 سنه حيكون مشروع عظيم وممتاز لانه في وقته وانت مساير زمنك. الآن تحتاج أن تسرع الخطوات بدل المشروع الواحد تسوي 3 مشاريع 4 مشاريع، واليوم هو مشروع عظيم ما في شك، لكن أقصد أنه الحاجة له، يعني حتى لو سويت إذا أنت محتاج 10 وسويت 1 معناته يعني لازلت متأخر خطوات. فنتمنى إن شاء الله نتبع خطوات أخرى ونكون فيه إن شاء الله يعني مشاريع أخرى حتى لو لم تكن بنفس الحجم زي ما تفضل الدكتور، أن يكون فيه مشاريع تلبي الحاجة. طب انا بسالك سؤال، الهلال انت الحين تقول الحكومه احنا خلينا بعد الحكومه يا اخي، شوف في كل دول العالم الحكومة ليست مسؤولة عن كرة القدم الاحترافية، عن رياضة المستويات العليا التنافسية، تبعد تعطي القطاع الخاص حرية الحركة في هذا المجال. الحكومة تيجي تهتم برياضة الممارسة. احنا لا ماخذين العكس، الممارسة دي مهملة ومركزين على خلي الرياضة التنافسية للقطاع الخاص. الآن الهلال أنا سمعت مرة الأمير عبد الله بن سعد أو شركة وكذا تبغى تبني مقر ملعب للهلال، ليش لا؟ صحيح، بالتأكيد إنه في عراقيل
في عراقيل نظاميه، في انظمه، في لوائح. هذا اذا هنا النقطه، اذا هنا النقطه اعطينا بس اوكي الحكومه نفس الشيء. اذا اعطينا اوكي من لما تو يقول خلي هذا هو ماشي يا ابو لما لا نبغى بس اوكي لا توقف عند بس في نقطه مهمه جدا قبل ما نختم الموضوع. يعني ايضا لابد نعرف ان اعيد على نفس الكلام اللي قلته، بند الصيانه والتشغيل يستنزف اي ميزانيه. أنت لما تبني مثل هذه الأستادات الكبيرة جدا تحتاج إلى أموال طائلة حتى تصينها وتشغلها. الحكومة لن تستطيع مع الوقت أنها رجعتوا لي على بند الصيانة والتشغيل. هذا الكلام صحيح، الصيانة والتشغيل اللي ما احنا خالصين منه. لا 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 والله لكن احنا وصلنا الرياض واحنا لازلنا نقول بند الصيانة والتشغيل. بند الصيانة والتشغيل. أنت بتقول تقول أنتم الآن أعطونا يعني رأيكم في هالمواضيع ولا لا؟ هذا رأيي يعني نقول لك الرأي. لا لا أنا ما شوف أنا ما صدق آرائكم، بالعكس أنتم حرين تقولون اللي تبونه في هذا البرنامج. يعني وفق ما ترون انتم مناسب في هذا الامر. لكن موسم رياضي انا عندي بيخلص، انا اجي لازلت اقول والله بند الصيانه والتشغيل يا جماعه ايش قصتكم مع واقع. هذا الموضوع هذا واقع، هذا واقع. يعني انا مثلا كنادي اعطيني انا مسؤوليه صيانه الشباب بكبر، انا اعطيني مسؤوليه صيانه الوسيله وتكلم عن هذا الموضوع. الان منعكم رده الان مقتنعين فيه؟ لا لا هو قال نفس الكلام كذا مره وتكلم، قال نفس الكلام اللي قلناه، قال بند الصيانه والتشغيل يستنزف ميزانيه الرئاسه. طيب احنا ما عندنا مشكله، اعطينا حقنا، احنا نسوي صيانه لانديتنا، يعني ايش المشكله؟ كيف حاطينها يا ابو زيد؟ لا لا دقيقه، انا اقصد انه اذا فيه مبالغ تدفع من الدوله من ضمن الميزانيه الرئاسه العامه لرعايه الشباب، يا اخي خلي الانديه مسؤوله عن صيانه انديتها. تعال انت يا نادي الشباب عندك مثلا 15 20 مليون صيانه، انا اتصرف فيها، انا كنادي المنشاه سلمني المنشاه، خليني اعطيني المرونه والحريه اني انا اتصرف في المنشاه. لا بتغير الانظمه واللوائح هذه نقطه. طيب على اي حال في نقطه ابو زياد، على اي حال ترى على فكره لما قلت انا عيسى الحرمنت هذا اجتهاد مني انا شخصي، يعني لا لا حد يقول انه انا والله ادري عن الموضوع ولا ما اتفق مع احد. والله صوت جميل يعني. هذا اجتهاد شخصي مني انا، صوت جميل انا والله جدا. بالعكس انا سالت غانم القحطاني بشكل مباشر، قابل الصواب وقابل الخطا. انا والله احب عيسى الحربين بشكل كبير، قابل الصواب والخطا، حرام انك تفقد مثل هالكفاءات الممتازه جدا. طيب اضافه اخيره عشان بروح تقرير نهائي كاس الملك. بخصوص يعني انه مثلا شركه تبني ملاعب، يعني احنا الى الان ما عندنا الأجواء الاستثمارية اللي هي مريحة للشركات. يعني من الشركة اللي بتدفع، إذا قلنا الملعب يكلف 900 مليون ولا ما نبقى مليار و900 مليون مثل مدينة الملك عبد الله، لا نقول ملعب يعني بيكلف كم، 500 مليون ولا وش الشركة اللي بترعى نادي وتضمن كم عقودة؟ يعني إذا بعض الشركات عقدها مثلا 4 سنوات ولا تدري بين شد وجذب، مرة تصريحات المسؤولين تشعرك بأنه بيصير فيه خلافات، ممكن العقد يلغى. يعني الخصخصة اللي تولاها أعضاء شرف ومسؤولين كبير، مسؤولين كبار يعني في الأندية، وكانوا كم لهم الآن ما أدري والله كم، مفروض قدموا ملف قضوا وخلصوا سلموا أوراقهم، يعني ما صار في. انا اقصد انه الاجواء، يعني ممكن نقارن دول ثانيه قضيه انه والله الحكومات ما تبي، بس ايضا الاجواء غير امنه للشركات انها تدفع وتضخ مئات الملايين علشان تستثمر في الرياض. عبد الله يقصد انظمه استثماريه تضمن للمستثمر حقوقه على طول. ممتاز ممتاز. امس كشف الستار عن نهائي كاس الملك اللي راح يقام ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم الاول من شهر مايو، بمباراة ستكون إن شاء الله تعالى في النهائي بين الأهلي والشباب. هذا الاستحقاق المهم اللي الكل ينتظره، الشباب والأهلي، والأهلي والشباب لديهم تاريخ طويل وعريق في هذا الجانب، سواء كان داخل الملعب أو حتى خارج الملعب. بطولة أغلى الكؤوس وجوهرة تتباهى بها العروس، ورياضيون فازوا بدعم واهتمام ملك، وموسم ختامه مسك، رعاية ملكية، وليلة بحبيب الشعب بهية. بطلين أعلنا البارحة المنافسة على نهائي الكأس الثمين، وقبل ذلك مفخرة تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لتكتمل الروعة في ليالي ولاء وذكرى واحتفال بيعة.
وختام تاريخي يجمع الليث والقلعة، مبارتين في إياب نصف نهائي كأس الملك. الأولى جمعت قطبي جدة الاتحاد والأهلي، فكان اللون أخضرا، وكما انتصر أبناء الراقي في الذهاب بهدفين لهدف، كرروا التفوق في الإياب لينتهي لقاء الشرائع بثلاثة أهداف لهدفين، ويحلق أبناء القلعة إلى النهائي الكبير على ملعب الملك عبد الله. لقاء آخر جمع الشباب والاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي، ليقتنص أبناء الليث هدفا ثمينا بعد أن حققوا التعادل في الدمام، ليضرب الشبابيون موعدا في نهائي الكأس الغالية. ونحن على موعد مع كرنفال كروي سعودي ونهائي يعد بالكثير في ملعب ازدان باسم خادم الحرمين الشريفين، وسط دعم ملكي متواصل للشباب والرياضة، ومشاعر شعب بحب مليكهم فياضة. فهد الغامدي، بين الأقواس. شكرا فهد، مبروك للأهلي، مبروك للشباب الوصول لمباراة الختامية. أبو لما، ليش أنت توقعت قبل بداية مباراة الأهلي والاتحاد بخسارة الاتحاد؟ ماشي، المفروض نبدأ بالأهلي والشباب، لكن هالمرة أنت من بدري ترى متوقع خسارة الاتحاد. إن شاء الله عليك، والله خطير. ليش؟ لا صحيح، أنا في كل المواقع كتبت الأهلي والشباب وتحديت وقلت الكأس الأهلي برضو. ففي ناس صوروا التوقع حقي، في ناس قالوا ترى بنحاسبك في تويتر إذا ما طلعت التوقعات دي صحيحة. كتبت الأهلي والشباب والكأس للأهلي، وأنا متأكد إنه كأس الأهلي. والعلم عند الله. والعلم عند الله. السلام عليكم. ما أعتقد أبوي لنا. أنا أول شيء أقول مبروك للأهلي، يستاهل ترى. أيه. والشباب يستاهل، ونهائي حلو، وإن كنت أنا أتمنى غير يعني صراحة، كنت أبغى في ناديين جماهيريين أكثر. لا يزعل مني الأستاذ خالد البلطان ولا الشبابين، والله أحب الشباب. الشباب من الكبار فنيا بالبطولات، أنا أتكلم عن كثافة، بس اللي يحب متعة الكرة يا أبو كثافة الجماهير لا ينظر إلى الشباب ولا اللي بيهم يحضر المتعة، والمتعة تجدها في فريق الشباب. صحيح. المباراة هذه أستاذ طارق ولا يهون الشباب، تذكرني أنا حضرت بالمشاهدة على الهواء. أيوة. عام 1389 الأهلي والشباب، سبحان الله الأهلي محظوظ، 1-0 محظوظ. أول نادي افتتح استاد الأمير عبد الله الفيصل، استاد الأمير فيصل فهد بالرياض اللي هو الملز، بمباراة الأهلي والشباب، مباراة تاريخية ما انساها. سليمان مطر الكبش هو اللي سجل هدف الفوز، والأهلي أخذ الكاس، والآن هذا الاستاد الجديد. يستاهلوا طبعا الأهلاويين. بالنسبة للمباراة الأخيرة، الأهلي كان أفضل، استحق الفوز، الشباب أيضا استحق الفوز. أنا اليوم بس بالمناسبة زعلني واحد، والله كنت أحبه كثير، وطول السنة هذه في كل برنامج أشارك فيه أقول هذا أفضل رئيس لجنة في اتحاد كرة القدم اللي هو الدكتور البرقان. اليوم ما عجبني صراحة. من أي ناحية؟ يا أخي شوف، ما عجبك وين؟ أنا أقول لك الاتحاد قدم احتجاج، احتجاج. شوف أنا أقول لك الأهلي يستحق الفوز وكذا، لكن من حق الاتحاد أنه يحتج، احتج على لاعب. البرقان على طول شكل وتغريده كذا، قال لك هذه بلبله وتثير البلبله وتثير. يا اخي لا، هو يسال يا ابو لما على هون. شوف الرجل يسال في تويتر في حسابه الشخصي، جاه واحد سؤال من احد الجماهير جاوب عليه. طيب انت الان يا دكتور يا برقان، وكانك تقول الاتحاد وقفوا عند حدكم، انتم ما لكم حق تحتجوا. خير ان شاء الله. ليه يا دكتور برقان؟ بالعكس الاتحاد أبى أدور تغريدة على ما تكمل. أيوه كلامك. لا هي أدور التغريدة. ثلاثة اليوم تغريدة. أنا أقول لك الدكتور برقان يا أستاذ عبد الله، والله أحبه، أنجح رئيس لجنة بدون منازع، رجل فكر جيد. أنا طول السنة أقول هذا البطل والله العظيم صراحة. بس اليوم زعلني لأنه هو عبارة سفني، أضطر هو. شوف لأنه حط كلمة عرف إنه غلط، أضطر يدافع عن نفسه. قال أنا ما أقصد وما أقصد.
انا السؤال اللي يعني ترى عندنا تقرير عن اعلام الميول ها، هذا يدخل ترى من ضمن اعلام الميول يا ابو لما. كمل ابو لما كمل كمل. اقول لك حاجه، لا كمل كمل. انا كنت اتمنى اتمنى ابو زياد الرؤساء اللي جاء ما يطلعون في تويتر صراحه، لان اذا بتطلع في تويتر انت محسوب عليك. يا اخي يسأل يا اخي يسأل يا جماعه، انت المفروض ما تطلع في تويتر. لا هو تغريده. طب كمل فكرتك كمل فكرتك. طيب انا كمل فكرتك. هم ما طلع قالوا ليش؟ لا بس اذا طلع ابو زياد لا يتكلم في العمل، يقول في اي شيء ثاني. اجل شوف على يطلع. لا يطلع عشان الشكوى ان المسؤولين ما يطلعون يتكلمون. بس انا بكمل فكرتي انا. اليوم الدكتور البرقال قال في التغريده، خليه يقراها شوف، قال نحن ما ادري مين نحن، هل نحن اتحاد كره القدم او نحن لجنه المسابقات او نحن هو الدكتور البرقال؟ والله العظيم اقراها التغريده، قال نحن كاتب، طبعا هي الكلمه اللي انا ما عجبتني، يقول لك انه الاتحاد يثير البلبله. كيف يصير يا اخي؟ نادي يبغى يحتج احتجاجه غلط صحيح، خذ وثائق وادرسها، شوف ابحث في احتجاجه. انت تعرف صحيح صحيح والله زعل الاتحاد يا اخي، من حق الاتحاد يزعل، ابراهيم البلوي من حقه. اسمع ابو لما مع حق في الكلام يا اخي. لحظه يقول بناء على الاستفسارات التي وردت الى لجنه الاحتراف. لا مو هذه التغريده، مو هذه التغريده. طيب يقول ان تسجيل اللاعب سليم يؤسفني، كلمه يؤسفنا، يقول ويؤسفنا إثارة مثل هذه المواضيع مع قرب النهائي الذي ينتظره جميع الرياضيين، ألا وهو تشريف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. هذه عدمني مع الدكتور يا سلام، هذه بالذات هو سؤال في النهاية. طبعا أكيد احنا نعتز ونفتخر يعني أنه ملكنا الله يطول في عمره سيرعى هذه المباراة الختامية، ولكن إذا أنت قبلت أن ترد على الجماهير الرياضية كمل معهم. لا هو صحيح أن الاتحاد من حقه طالما فيه لاعب ممكن يكون سجل وهو يعني عنده عقد او في خلل يمنعه من انه يكون بديل للاعب اللي يصيب، من حق نادي الاتحاد اللي يحتج. لكن المفترض انه اول ما يصير فيه بلبله او استفسارات او كذا انا على طول اوضح بدون ما اقول لا يؤسفني ولا ما يؤسفني. صحيح. يعني فعلا ما كانت جيده، ولكن لا تقلل من اداء لجنه الاحتراف ولا من في نقطة يعني احيانا بعض الخطا. شوف هو في نقطتين ابو يزيد، بس بقول في نقطتين. النقطه الاولى انا ذكرتها، المفروض مثل هذا في منصب حساس المفروض ما يطلع ولا يغرد. لا ضروري يطلع. لا يا ابو يزيد، لا ابو يزيد ضروري. انت ما بعد اطلعت على احتجاج الاتحاد، اذا هو ولا بعد رفع عليك، ولا بعد طلعت على حيثيات الطلوع بحد ذاته تجي تتغرد وانت ما بعد طلعت على كافه التفاصيل. هذا ما يعني يفترضك تنتظر. لحظه ابو يزيد، تنتظر لحد ما تجيك كل المعلومات. النهائي بعد يومين. بالعكس انا عندي حاله هو الان بلبله. اجي اوضح اقول والله تسجيل اللاعب البرازيلي هذا نظام. عبد الله هو طلع وقال انا الاتحاد ما عجاني الاتحاد ليش؟ يا اخي هنا في اتهام، هذا يدخل في النوايا ايضا من ضمن المشاكل اللي حدثت. قال لك الاتحادين يريدوا اثاره المشاكل. صحيح. كيف يا اخي؟ شو الوضع؟ الوضع هون شويه يعني والله. ما قال الاتحادين، قال يؤسفنا اثاره مثل هذه المواضيع. يعني هو يقول الاتحادين اثار المواضيع. يمكن يقصد الشباب اللي في تويتر ولا ايش؟ لا تدخلوا بنية الرجل يا جماعه. ابو زياد اذا جينا في شخص قلت له لا تدخلوا بنيته، واذا جاء شخص لا 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 شوف الامور ما تتفصل على كيفنا، مو بصوب من هذا الكلام اللي انا نقوله يا ابو يزيد. ابو زياد لحظه بس خليني اقول اكمل نقطتي لاني ما معي يعني انا اقول مثل هذا المسؤول في موقع حساس يفترض انه ما يطلع الا عنده معلومه كامله عن كل شيء. اما تطلع وتقول تكتبها التغريده وبعدين تقول والله ما جاني احتجاج للاتحاد، طيب ليه تتكلم؟ لو ليش هذا كلام صحيح؟ يعني عاده اي لجنه اذا في اي احتجاج من طرف من حق الطرف الاخر انها تدرس احتجاجه. صحيح. انت تاخذ بيانات يمكن بيانات الاتحاد صحيحه. اي ما بعد جاء شيء يقول. انت تاخذ بيانات الاتحاد تشوف ايش الوضع، يعني انا يمكن حتى من احتجاج الاتحاد انا اشوف انه غير 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 منطقي، وكلام البرقان صحيح لكن هذا مو من رايي، هذا يفترض من الوثائق من الادله. هذا الكلام يعني لاعب انتهى عقده لعب هاوي معناته ما عنده عقد. صحيح. بس وضح يا عبد الكريم معناته التغريده وضحها هو. من؟ قال اللاعب بناء على اللي وصله من الاتحاد البرازيلي وبناء على اعتماده من فيفا طبقا لنظام TMC ما ادري النظام حق اللاعبين المحترفين. قال وضح التسجيل. هنا عبد الله انت مش فهمت مستغرد يا عبد الله. انا فهمتها، انا اقول لك ما ادري اذا كان لا فهمي. لا ما بس خلينا عبد الله البرقان ما عنده غلطت بس ويؤسفني احتجاج. لا انا فهمتها يا ابو عبد الله، انا فهمتها من جانب اخر انه يقول للاتحادين احتجاجكم مرفوض. صحيح. وفي الاخير يجي يعلق في تغريده بعدها يقول لك ما بعد جانب الاتحاد شيء. طيب وشلون تعطي قرار وانت ما بعد جاك الاتحاد؟ هذا صحيح. هو ما هذه النقطه، اترك كلمه يوسفني، هذه احنا متفقينها ما هي كلمه ميط. بس هو بين طريقه تسجيل اللاعب، لكن احنا نتكلم عن العمل. يا دكتور الرجل يقول لك تسجيل اللاعب صحيح. طيب وشو له معناته انت تقول عن تسجيل اللاعب صحيح؟ معناته اسمع يا عبد الله، معناته النهائي بعد يومين، معناته الاتحاد لا تقدمون احتجاج انا طيب غير مقبول. طيب
لما نتكلم عن الأهلي والشباب، احنا شفنا في المواسم اللي راحت الحقيقة إثارة ما بعدها إثارة على كل المستويات، على كل المستويات. واحنا في هذا المكان وفي هذا البرنامج أكيد إنه احنا ما نبغى نفتح على قولتهم التفاصيل السابقة من إثارة ما بين رؤساء الأندية سواء في الأهلي ولا في الشباب والخروج خارج الملعب، ولكن في أمور يجب أن لا يعني على قولتهم الشمس ما تتغطب غربال. نعرف بأنه لما نتكلم عن الأهلي والشباب إعلامياً تحديداً هي فنياً لها الاختصاص، ولكن لما نتكلم عن إعلامياً الأمور لا تخلو أبداً من خروج خارج الملعب بشكل كبير جداً. هذا كلام صحيح. هي طبعاً المنافسة في آخر 3 سنوات، يعني أنا ما أقول منافسة، يمكن بالعكس هي وصلت إلى إن صح التعبير إلى معارك كلامية بين الإدارتين، ويمكن أسوأ علاقة الآن موجودة في الساحة من 3 سنوات، خلينا نكون بكل مباشرة وصراحة، بين الأهلي والشباب. طيب. واضح جدا، وانعكست بالعكس الخلافات هذه حتى على انتخابات اتحاد كرة القدم، ولا زالت التداعيات إلى الآن، في مشاكل بين الطرفين، والحقيقة هذه قد تنعكس على المباراة النهائية. الآن خد البلطان يحاول، أنا متأكد تماما، يعني يمكن هذه مباراة تاريخية بالنسبة لفريقه عشان لا يفوز. بس ابو بلا ليش ليه تركز على خالد البلطان؟ بس دقيقة لا لا ابو يعني دقيقة الله خليك الله خليك دكتور لحظة ليش خالد البلطان يحاول ويركز دقيقة الله خليك دقيقة ليش خالد البلطان يحاول ويركز تاريخيا عشان ياخذ هذه البطولة؟ من حقه. لا هذه البطولة فاينل في النهاية. لا 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 شو هو اول شيء الان موقف في الاسبوع هذا، عوقب. طيب. النهاية عوقب. الفوز هذا هو يسعى للحقيقة الفوز للرد طبعاً على 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 اتحاد كرة القدم، هو يرى إنه هو محارب من ليش الفوز؟ اتحاد كرة القدم. ليش الفوز في البطولة؟ يعني خالد البلطان لما يقول ترى أنا جبت البطولة وترى الإيقاف ما كان منطقي بالنسبة لي، ما له علاقة الإيقاف، ما له علاقة بالبطولة، ولا هي أول مرة ياخذ الشباب بطولة. أنا أتصور أول مرة ياخذ الشباب بطولة. بس دقيقة ترى لا، أنا بالنسبة لخالد البلطان بالعكس أنا أعتبره رئيس ناجح وقوي ومتمكن، بالعكس فرض نفسه يعني نتائج في النهاية نتائج. هذا أنا بالنسبة لي بالعكس علاقتي جيدة بخالد البلطان، طبعا مشكلته الأخيرة هذه أنا اللي حدثت بينه وبين أحمد عيد، أنا أحمل الطرفين المسؤولية لأنه أحمد عيد بدأ وخالد البلطان أخطأ. أشكرك أبو لأ مع هالكلمة، لأن في كثير من الناس هاجموا البلطان وتركوا الفعل. لا لا بالعكس الأستاذ أحمد عيد ولا أحد الآن تكلم عن الحدث اللي بدأ، هي في مشكلة كبيرة الآن. إحنا بنتكلم على البرقان. نعم. لما بيقول نحن التغريدة موجودة، قال نحن، أنا إلى الآن ما أعرف مين نحن. أنا ودي نفسي يعني بتصل بقول له دكتور تقصد مين نحن؟ إذا هل أنت تتحدث باسم اتحاد الكرة ولا اللجنة ولا نحن أنت؟ الآن السؤال هل يحق، يعني مثلا لو هو الاستاذ احمد عيد قال البلطان ما يحق له، هو بيتكلم باسمه وليس باسم نادي الشباب، متى يعني احنا متى نعرف انه هو باسمه ولا باسم؟ متى؟ نعم صحيح. يعني متى؟ هل في قرار معين اذا كان في بيته هو يتحدث باسمه، واذا كان في ملعب باسم نادي الشباب؟ انا والله ماني عارف. دكتور اذا كان احمد عيد نفسه احيانا بيتحدث، هل انت شاهدت تصريح احمد عيد؟ ايوه اللي بين شوطين. إيه نعم. النصر وركلة. إيه. وش قال حرفيا؟ هو قال حرفيا، هو قال احمد خالد البلطان بيتحدث باسمه وليس باسم نادي الشباب. لا قال انا بقول له، قال نادي شباب نادي محترم. ايوه. وخالد البلطان لا يمثل نفسه بالضبط، لا أيوة. يمثل هذا المعنى. لا يمثل الشباب وانما يمثل نفسه. انا لو بجي اولها قلت له معناتها انك انت يا خالد البلطان لست محترما، والنادي الشباب نادي محترم. لا عفوا، اذا انت بتاولها كل واحد بيأولها بالطريقه اللي يراها مناسب. انا شفت التصريح، انا اقول لا عاد بالتاويل. اي كل الناس تاويل. لا خلينا بس تصريح احمد عيد كان يقول انه طبعا موضوع وشو، انه خالد البلطان يقول اتحاد كره القدم ضعيف. هذا طبعا يعني نقد، نقول انه في النهايه خليه نقول نقد متاح ما في ساعه. انا قلت 20 مره ممتاز بنفس المعنى، لكن لما يجي يقول خالد البلطان اخ وصديق وهو يمثل في هذا في كلامه انه الاتحاد ضعيف، يمثل نفسه وليس كل الشبابيين. انا قراءتي ولا يمثل نادي الشباب. لحظه لا، ولا يمثل رجالات الشباب. هذا انا رايي انه ما يمثل مجلس اداره الشباب، لانه هو يمثل مجلس اداره الشباب كان يصير فيه ملاحظات وشكاوى وترفع رسميا. طب انا ما اشوف فيها اساءه. عبد الله ما غريبه ابو لمى، الغريبه يعني انا ما اشوف فيها اساءه، يعني تشوف يعني بعض الاعلاميين منقسمين على خالد البلطان. الإعلاميين أصحاب الميول دائما هم اللي الآن يركزوا بشكل كبير. أنا قبل ما أجيكم كان فيه برنامج إذاعي وكان فيه تركيز شديد على خالد البلطان
بطريقة يعني مستفزة. يعني أنا لو مكان خالد البلطان والله لا يعني واحد منهم قال له هذا تصريح عنصري يعني كررها مرة ثانية والبلطان طلع بس وقال بس أنا لست رأيهم هذا لا في النهاية يا دكتور بس في النهاية البلطان غلطان أتكلم عن النوايا الرجل أساء ما فيها شيء بتدافع لا لا ما أساء أبدا الرجل تصريحه قوي تصريحه قوي خليني أقول لك حاجة البلطان فهم يقول كل ياخذه في خليني أقولها بالمختصر البلطان يقول ما فهم اللعبة غلطان لا شوف البلطان فهم اللعبة الناس الآن صار عالج الخطأ بمليون خطأ البلطان أبو لما البلطان عرف اللعبة طيب لحظة عرف أن هذا الاتحاد طيب. تستطيع أن تأخذ منه ما تريد عندما تفعل الإعلامية ما يخالف ما دام دخلتوا الشباب ما عنده إعلام عنده أصبر البلطان دكتور. يشكل جهاز إعلامي لحاله أصبر دكتور لذلك هو ضغط على هذا الاتحاد مثل ما يضغطوا الناس طيب. الآخرين ما داكم دخلتوا في هذا الموضوع ترى المعلومية الدكتور عبدالله برقان لما يقول لك نحن هو يقصد نحن كلجنة احتراف طيب. احنا كلجنة احتراف طيب. وما يقول لك يعني انت ايش تتوقع الدكتور عبد الله برقان لما يقول لك نحن شو المقصود فيها نحن كلمة نحن وبالتالي معناه لما نتكلم باسم لجنة الاحتراف يعني المسابقة باسم لجنة الاحتراف معناه في شيء صدر في اخذ موافقة الجميع عندك يتحدث هنا هنا انا هذه يعني وجهة نظري في مسألة انه لما يقول نحن هو هل جلس وبعدين قالوا والله انه الاتحاديين اثاروا بلبلة واثاروا شو اسمه انا هذا اللي يعني الحقيقة مستغرب بالنسبة لي انا في لا طيب. هو اخطأ هو وهل يحق طيب ابو لما انت قلت قبل شوية انك انت تتوقع الاهلي ياخذ البطولة صح؟ ياخذ البطولة ياخذ البطولة لانه في اعتبارات عندك لهذا الامر طبعا طبعا زي ما قلت يفوز على الاتحاد لانه والله متوقع فوز على الاتحاد لا لشيء يعني الا عنده مدرب افضل بس الشبابين احنا ترى غير الاتحاد اكيد الشباب احسب الاتحاد مليون مره لان الترتيب اصلا انت لاحظ الترتيب راح خرجوا النصر والهلال اللي بعدهم في المراكز الاهلي والشباب الاتحاد في مركز متاخر يعني الترتيب حتى وصولهم اذا ترى الاهلي وقع الفريقين بالنسبه لك ترشح الاهلي لانه يكون بطل على اساس انه حيكون بين جمهوره لكن طبعا فنيا في تكافؤ كبير بين الفريقين ولكنك رشحت الاهلي ارشح الاهلي نعم دكتور والله شوف انا ببني على كلام ابو لما هو قال ان الاتحاد ضعيف في المرتبه الخامسه ويعني عشانك من ابو لما انا ما قلت لا بوريك عشان اوريك اوصل لك المعلومه او اوصل لك التوقع حقي ايه اذا كان الاتحاد ضعيف والمباريات اللي قبلها كانت اضعف الشباب وصل من أصعب الطرق يعني لعب مع بطل الدوري ولعب مع الوصيف ولعب مع الاتفاق اللي يعتبر أيضا من الفرق القوية ووصل إلى النهاية لما تجي تقول مثلا بين جمهوره على أرضه الشباب أيضا كسب كثير من باريات أو بطولات خمس بطولات أخذها في جدة أخذها على الاتحاد وهو الاتحاد أيضا عنده جماهير كبيرة جدا من جدة وأخذها على الأهلي في الدوري قبل سنتين وكل هذه الاشياء بس عندهم مدرب صراحه خليني اقول لك احسن مدرب بالعكس انا اعتقد ان السويح العمل فني في الشباب من احسن الاشياء اللي شفتها انا السويح في الفتره الاخيره الشباب كان عنده مشكله في العمق الدفاعي في التنظيم الدفاعي السويح لما جاء نظم الفريق الشبابي انا اعتقد الشباب حيفوز ما نبقى بسهوله ولكن الشباب حيفوز بنسبه كبيره جدا ابو يزيد والله شوف المباراة بالتأكيد أنها صعبة على الطرفين مباراة الكؤوس لا يمكن التنبؤ فيها ممكن فريق يلعب أفضل ويخسر والعكس صحيح المباراة متكافئة إلى حد كبير مباراة الشباب والأهلي السنوات الماضية التعادل المسيطر عليها في كل المباريات ولذلك هذه المباراة جزء منها ما تصور أن وجود المباراة في جدة حيكون له تأثير الفريقين كلهم متكافئين اللاعب السعودي يمكن اليوم تلاقيه في مستوى عالي المباراة اللي بعدها تلاقيه مستوى منخفض شاهدنا الشباب في بعض المباريات يقدم مستوى كبير يفوز بنتائج كبيرة ويخسر بنتائج كبيرة ولذلك من الصعب جدا التنبؤ في المباراة كل الفرص متاحة مباراة الكؤوس تختلف تماما عن كلام دبلوماسي هذا لا هذه حقيقة مباراة الكؤوس ما فيها مستحيل مرتاح ابو يزيد مستحيل لا والله هذا ذكرني راحته صديق هو صاحبي كبير بس ذكرني بكلام الجرائد احنا كنا كله كلام فاضي نضحك على نفسنا مباراة الكؤوس والظهيرين اذا تقدم والله العظيم كنت اكتب صفحة كاملة الان اقول كل اللي اكتبه كان خراب فاضي والله العظيم ولهذا انا صراحة انت تفضح نفسك قدام الناس هذا واقع كده انا من يعني ايش الشفافيه اللي فيها ابو يزيد ايش الشفافيه التحليل من اكبر الاخطاء في حياتي اني انا بالطول والعرض فتحت المجال ان تهز الارض لا للصحفيين انهم يحللوا وانا ضد الشيء هذا لا الصحفيين كبار في مجال اخر يعني في مجال تدري ايش النقطتين التحليل كان تدري ايش النقطتين اللي على الخطوه على الشباب في نقطتين ابو وزير ما اعطاني توقع خلاص خليك بعد الدبلوماسي النقطتين بس وخلي يعلق ان الشباب عنده مشكلتين في المباراه هذه الارهاق الشباب الان يلعب في الاسيويه يلعب في بطوله كاس الملك يمكن الشباب الان على مدى شهر ونص وهو يلعب كل ثلاث ايام
هذه نقطة. الشباب في يوم واحد ما شاء الله لعب في بلدين مختلفين. طيب خليني أقول لك، لعب هنا ولعب في مصر. خليني أقول لك مصر سوريا. إيه بس سوريا. ما يخالف. في مكانين. خليني أقول لك النقطة الثانية. النقطة الثانية الرطوبة حتكون عقبة كبيرة جدا حتى للفريقين، ولكن الشباب يتأثر أكثر بحكم أن الأهلي موجود في جدة ومتعود على الرطوبة، ولكن الرطوبة العالية مع الحرارة بتأثر على الفريق الشبابي إلا إذا تدارك الشبابين هذا الشيء. أنا أعتقد يفترض على الفريق الشباب أنه يعمل طيب احتياطه بشكل كبير جدا إلى الرطوبة العالية، لأن قد تمتد المباراة إلى أوقات إضافية. نعم أبو يزي توقع. والله نفس الكلام، من الصعب جدا أنت يعني أنك ترجح فريق على آخر، مستحيل في مباراة كؤوس. ماشي ارجع لمبارياتهم في الدوري كلها تعادلات. لا الشباب العام فاز يعني ابو يزيد العام. أيوة معظم المباريات تعادل. لا في السنوات الاخيره الشباب على الاهلي وعلى النصر على طول فوز. لا لا مو بصحيح. لا في النهايه لا هذا التاريخ. لا شوف في النهايه فاز بالتعادل مع الاهلي واخذ الكاس. اي بس الدوري فاز الدوري. الدوري فاز. لو وضعتهم في ميزان ابو يزيد ما يمنع يعني الشباب قادر انه يفوز، بس الغالبيه لو رجعت الاربع سنوات الاخيره الغالبيه تعادل، الغالبيه كلها تعادل. طيب يمكن واحدة لو وضعتهم انت الان في ميزان الان قياسا بالعنصر الغير سعودي بالاضافه الى اللاعبين السعوديين الامكانيات، اي كفه ترجح؟ والله يمكن الشباب بالنسبه لي ارجح كفه. ارجح يزعل ابو لما رايه يا اخي رايه يا اخي ايش فيكم؟ انا على شيء بس ابو لما ما يقول كلام جرايد وكلام فاضي. اقول وهو يقول بيفوز الاهلي هو عادي. اللي هزم النصر وهزم الهلال هو الاقرب للبطوله يعني الشباب. الشباب يا سلام شباب شباب شباب. طيب انا الوحيد. ماشي ماشي انت قادر. على فكره ابو نام مرشح الاهلي للدوري ترى لا تنسى. اي يقول بالدوري كلام جرايد يا زين انت عارف. لا ترى ابو نام انا وياك انا مرشح الهلال والاهلي والشباب. طيب وخذها النصر قبل ما ولكن في امور اخرى استجدت اللي خلت. في عندنا تقرير في غايه الاهميه نبغى نتكلم عن محور رئيسي في هذه الحلقه، ولكن في هاشتاج البرنامج اخونا سعد الجهني الحقيقة يعني سن سيفة بشكل كبير جدا على عادل عصام الدين. يقولك يؤسفنا أننا تعودنا كشبابيين أن عادل عصام الدين من عادل عصام الدين الاستفزاز، وربما العقدة الشبابية في النهائيات كثيرة صنعت هذا الاستفزاز. ويقول عادل عصام الدين في برنامج بين الأقواس يستفز الشباب كعادته تهميش وتقليل لفريق صنع أمجاد المنتخب في أفضل مشاركة في مونديال 94 العالم. عاد في كلمة قلتها مي بزينة ما نبقى عيلها وتكفى لا تقولها مرة ثانية. فايش رايك ابو لما؟ والله اخي قللت من الشباب بدي اقول لك. الشباب ترى يعني قريب من الاتحادين كثير ونادي نادي عريق وكذا. بالعكس انا يا اخي شوف ليش الواحد ليش احنا عندنا في وسطنا الرياضي، انا ما بقول في البلد وكذا، في وسطنا الرياضي يعني انت قلت رايي فانت يعني مجرم. يا اخي رايي انا الراي اقول الشباب فنيا من افضل الفرق السعوديه بل يكاد يكون الافضل. الشباب بطل من الاربع الكبار من الجانب الفني، لكن يا اخي صارت ثلاثه اربعه استفتاءات عن الجماهيريه جاب الهلال المركز الاول والاتحاد المركز الثاني والنصر المركز الثالث والاهلي المركز الرابع وما ادري مين الرائد ما ادري مين الخامس. هذه ثلاث مرات اجريت والله يا ناس. الشباب اقسم بالله انا اشوف احسن علاقه لي مع نجوم الشباب وسميتهم واطلقت عليهم القاب بالطول والعرض، ويعجبني الاداره الحاليه ويعجبني محمد جمعه الحربي يعتبره من افضل الاداريين، وكنت في يوم من الايام احب الشباب. بالعكس ايش تبغى انا اقول يعني الحين يعني هل لازم اقول انا ما احب كان في يوم من احب الشباب؟ هل تنكر ان في ازدياد في شعبيه الشباب الان؟ هل تنكر في ازدياد في شعبيه الشباب؟ نعم والله خاصه في الاطراف. كنا بنتكلم عن هذا الموضوع. انا اقول لك الان شعبيه الشباب ليس بالرياض. يتكلم ما يتكلم على الاطراف. اي نعم تكلم الشباب. لا انا اتكلم شعبيه الشباب. هو يتكلم زادت شعبيه الشباب في السنوات الأخيرة. طيب هل أنتم أكثر من الهلال والنصر؟ لا أنا أكثر من الهلال والنصر، بس أيضا لا يقلل الناس من قدر أيضا جماهيرية الشباب. جماهير الشباب الآن بدأت تنمو بشكل كبير جدا، وحتجد أن الشباب بعد فترة بسيطة حيكون من جماهيرية الشباب. جماهير الشباب تنمو ولكن جماهير النصر والهلال تتضاعف. ماشي يعني تتكلم عن الجماهيرية. طيب لا تتضاعف بالوراثة وليس تتضاعف إيش؟ بالوراثة. يعني أنا نصراوي عيالي لازم يشجعوا النصر، هلالي العيال لازم يشتغلوا، لكن لما يجي يشوف اللعب والمتعه يجد الشباب من افضل الفرق. اللي يفترض انك طبعا ما اجبر احد انه يشجع، ولكن هذا هو الواقع. ليش الحين الوراثه يعني انت الان لا زال التشجيع عندنا بالوراثه الحين؟ انا بقول لك حاجه لا يزال. انا اعرف واحد عياله كانوا هلاليين موت وقلبوا نصراويين خلال اسبوعين. لازم اسمع كلام ابوي. يا والله كانوا متعصبين هلال. ابوي ابوهم قال لهم انا نصراوي عودوا نصراويين. ايش رايك بالكلام؟ والله ما في شيء. نو كومنت. ما
طيب لا لا شوف الهلال ما حد يغير لا يهمك الهلال اخوك الهلال عشق ما والله تغير لو تسجل البرازيل اقول لك اياها بعد عشان بيزعل مني اخوي سلمان معادلة. سلمان اخوي عياله كانوا هلاليين وحولوا دكتور حايل حتى سلمان عيال سلمان القريني اي نعم ايش ايش يشجعوا عند مصريين هالحين عند ابو حمد عاد انت اظن نصرابي في الاصل يعني لا شوف ابو عشان اوريك بس هذه انا اشهد هذه انا اشهد عليها عام 89 انا شبابي 89 اللي فيها الكبش قبلها نصراوي قبل لا ما كنت يعني قبلها نصير بس 89 انا اشجع انا ابغى اقول قاعده هذه حتى عالميه من جد والله طبعا ما هي 100% لكن يعني هذه قاعده كل ما زادت البطولات زادت الجماهيريه هذا شيء الشباب الان حقق بطولات اكيد يعني اللي يقول لك ما عنده جمهور هذا ما يفهم او حاقد الشباب عنده جمهور لكنه الان طبعا لا ما هو يبني جمهور ليس في كثافه طبعا اكيد هلال ونصر نعم واهلي والاتحاد هو يبني جمهور وشوف بقول لك ايضا حاجه دائما بجماهيريه النادي تبنى من البطولات مثل ما قال ابو لما طيب ايضا رمز من الرموز مثل لاعب او اداري او رئيس نادي انا اعتقد الشباب او مدير مركز عنده نجومه وعنده الان خالد البلطان ايضا عنده كاريزما يمكن جلبت للشباب عدد من المشجعين طيب نروح للمحور القادم شوفوا معكم على الشاشه متابعينا الكرام يلا يا حلوين رغم كثرة المنابر الإعلامية التي تطالب بالاحترافية والعمل المرتكز على اللوائح والأنظمة إلا أن السواد الأعظم في مجتمعنا الرياضي سواء كان إعلاميا أو جماهيريا ما زال ينظر للقضايا والأحداث الرياضية عبر زاوية الميول بمعنى إن لم تكن معي فأنت إيش ضدي حياكم الله من جديد هل بالفعل إن لم تكن معي أنت ضدي هذه هي ظاهرة أو حالة الوسط الرياضي السعودي سواء كان إعلاميا أو جماهيريا إن لم تكن معي ففي مجتمعنا الرياضي أنت بلا شك ضدي كثيرون انتهجوا هذا الدرب رياضيون إعلاميون وجماهير تعددت شعاراتهم واختلفت اتجاهاتهم تلونت أقلامهم وحرك الميول ألسنتهم ومع القضايا الساخنة التي أشعلت الوسط الرياضي هذا الموسم امتلأت بها ملفات ومكاتب لجان اتحاد كرة القدم المنتخب ومع كثرة المنابر الإعلامية التي تطالب الدكتور أحمد عيد واتحاده بعمل احترافي قوي ومنظم إلا أن واقعها وما يسود في طرحها يناقض ما تزعم من مطالبها إعلاميون وجماهير لا يزال ميولهم وانتماءاتهم توجه آراءهم لينظروا نحو القضايا والأحداث الرياضية من زاوية ضيقة يحكمها الهوى فلا يؤمنون سوى بمن آمن معهم وبفكرهم بلونهم وشعارهم أما من خالفهم فنصبوا له العداء وأعلنوا منه البراء وصادروا كل الآراء حتى اللوائح والأنظمة والقوانين صادروها أو فسروها من زاويتهم وأعادوا صياغتها بما تمليه عقولهم الاتحاد السعودي لكرة القدم بقضاياه الشائكة بلجانه وقراراتها لم تسلم من ذلك الفكر ولن تسلم بظل وجود أناس حجبوا أعينهم عن النظر خلاف توجههم المنابر الإعلامية الصحف اليومية والإلكترونية ورؤساء تحريرها القنوات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والقائمين عليها أين هم من فكر عنوانه؟ إذا لم تكن معي فأنت ضدي هل عملوا بما تمليه عليهم الأمانة المهنية؟ هل سلطوا أضواءهم للقضايا من مختلف الزوايا؟ أم أن الألوان صبغت أضواءهم وأوراقهم استوديوهاتهم وقبل ذلك آراءهم؟ هل اتسمت أطروحاتهم ونقاشاتهم للأحداث الرياضية بالحيادية والموضوعية؟ أم توشحوا بشعار الميول والانتماء؟ وما مدى تأثير تلك المنابر على فكر المجتمع والمتلقي الرياضي الذي بات يملك من الوعي ما يجعله يمحص ما يطرح فيصنف من يطرح
آخر القضايا التي شهدت جدلا واسعا في وسطنا الرياضي قضية التصريح الشهير أستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قرار الانضباط الصادر بحقه والذي يقضي بغرامة مالية قدرها 300,000 ريال وعام إيقاف وبصيص أمل يبقى بيد لجنة الاستئناف، قضية كشفت كثيرا ممن غلبت عليهم آراؤهم وألوانهم وانتماءاتهم. فلماذا تتشكل الآراء حسب لون أطراف القضية؟ وهل نستطيع المضي قدما نحو رياضة أرقى في ظل وجود هذه الرؤى؟ وأي دواء يشفي المجتمع الرياضي من ذلك الداء؟ وهل لنا أن نرى في قادم المواسم وسطا أمثلا ومستقبلا أكثر إشراقا وأجمل؟ فهد الغامدي بين الأقواس. شكرا فهد الغامدي. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا المحور، زميلنا وحبيبنا الاستاذ صالح الحمادي ابو عبد الله يمسيكم بالخير جميعا، سلم عليكم. الله يسلمك. ويقول احنا في الزلفي من اجل عزاء الخال الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح الجنات، ويقول اتمنى ان لا يزعل مني الوالد الشبابي، لكني اضم صوتي لصوت الزميل الكبير ابو لما ان الاهلي هو الاقرب للفوز بكاس الملك عبد الله. هذه من زميلنا صالح الحمادي. بالفعل ان لم تكن معي فانت ضدي، هذا حال واقع اعلامنا وجمهورنا الرياضي. ترى مو بس في الجانب الرياضي، في كل المجالات. ما يخالف خلينا نركز على مجالنا احنا. على الاقل الجانب الرياضي بالعكس تبرز بشكل كبير جدا، يعني واضحه يعني بالاعلام الرياضي، لكن مثل ما ذكرت هي في كل المجالات، ولكن بالاعلام الرياضي واضح جدا الان اذا لم تكن معي فانت ضدي. وهذه شفناها في كثير من القضايا اللي مرت علينا في الفتره الاخيره، يعني كثير من القضايا كل واحد يتناولها من الجانب الميول حقها وليس من جانب الموضوعي، فتجد مثلا ينتصر لشخص لانه يعني يتفق معه في نفس الميول، ويحارب شخص اخر لانه يختلف معه في الميول، فهذه موجوده الان، هذا الواقع. ولكن هناك قله، يعني في ناس ايضا موضوعيين وعقلانيين وتستمتع بطرحهم، لكن الكثير للاسف من الاعلاميين يا يعني انت معي يا انت ضدي. هذه قله. انا اعتقد انها نعم في عدد يعني الان ما ينطبق على وسطنا الاعلامي من اعلام وجمهور انه قليل جدا ان لم تكن معي فانت ضدي، ولا الباقي عقلاني منطقي ممتاز. لا العكس. انا اعتقد العقلانيين الان في الوقت الحاضر هم صوتهم للاسف هو اللي مختفي. لكن اللي طالع صوته الان هم الناس اللي يا انت معي يا ضدي، هذا اللي واضح. ابو يزيد. والله شوف انا اتفق مع الدكتور ان الوضع يعني اصبح ليس فقط على مستوى الاعلام والجماهير، تجاوزوا حتى للقرارات، تجاوزوا حتى الامور كثيره. صحيح. وهذه الخطورة أكبر وأكبر. يعني أنا الجمهور والإعلاميين يعني ما تلومهم، مشجعين وناس مع ناديهم عليهم عليهم معاهم معاهم ما في، لكن مشكلة لما يتحول كل شيء من قرارات من التعامل مع الأحداث من توجه وفق هذه الرؤية، وهنا الخطورة. طيب أوقفك عند الخطورة لو سمحت، أخذ الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف. مساء الخير دكتور. دكتور يا مرحبا، حياك الله طارق، احييك واحيي جميع ضيوفك الكرام الاساتذه الحقيقه. الله يبارك فيك. الكرام. الله يحييك. الزميل عادل عصام الدين الحقيقه انتقد بشكل كبير جدا تعاطيك في تويتر على حسابك الشخصي مع الجماهير الرياضيه لما كنت ترد معاهم على موضوع احتجاج نادي الاتحاد، وكنت تقول انه يؤسفنا ان هذه المواضيع تطرح في هذه الفتره، خصوصا احنا في استحقاق مهم ونهائي كبير بتشريف الملك عبد الله بن عبد العزيز. هو الرجل استفزت كلمة يؤسفنا، يعني هو في النهاية موضوع مهم ويهم شريحة كبيرة جدا. أنت بالنسبة لك رئيس لهذه اللجنة، إيش ممكن ترد على هذا الكلام؟ طبعا الأستاذ عادل أستاذنا الحقيقة، وأنا يمكن نرد على الأستاذ عادل، ولكن بس توضيح يا أخوي طارق. أي. يعني بعد مباراة الاتحاد الأهلي البارح طبعا ظهرت مشكلة اللاعب البرازيلي نيتو الأهلي، وأنه يعني هناك احتياج سيقدم فيه. حتى هذه اللحظة لم يصلنا شيء رسمي بخصوص هذا الموضوع، ولكن كثرة الاستفسارات من الإعلاميين والجماهير لجنة الاحتراف سواء عن طريق حسابنا في تويتر أو الاتصال في المباشر في الجوال أوضحنا يعني كرؤية تسجيل اللاعب بالنسبة لجنة الاحتراف تمت بالطريقة النظامية، استفسار من الاتحاد البرازيلي بسجل اللاعب، جت سجل اللاعب ارسالها للاتحاد الدولي، ادخالها في نظام التي ام اس، اخذنا الموافقة، تم تصدير الموافقة.
تحدثت انه يؤسف ان اتكلم عن الاعلاميين بحق يتناول الموضوع بصوره كبيره جدا والجماهير، والحضور الرسميه حتى الان لم تتخذ اصلا. فاحنا مقدمين على نهائي يوم الخميس القادم وافتتاح، ننتظر حقيقه افتتاح الجوهره الاستاذ الملك عبد الله. فاثاره بالصوره هذه حقيقه يعني غطت كثير على الحدث الاهم يوم الخميس القادم، ولكن من حق الاتحاد الاحتجاج، من حق اي نادي حقيقه انه يقدم كل ما يحفظ حقه، ولكن انا تكلمت عن الطرح الاعلامي والجماهيري فقط. نعم، لكن انتم لسه ما بديتوا في هذا الموضوع بشكل نهائي. اصلا الاحتجاج ما يدري، ما وصلكم، احنا نصدر الموافقه. انتم ادري، بس انتم وصلكم احتجاج من النادي الاتحاد؟ احنا بالنسبه للاحتراف لم يصلنا اي شيء رسمي، ولا استفسار لا من المسابقات ولا الانضباط. ممتاز، عندك رد يا دكتور يا ابو لما؟ كلامه جميل، هو الرجل يعني لطيف، انا يعني بدا بدايه لطيفه وانا اشكره، لانه انا زي ما قلت لك احسن رئيس لجنه الان، لكن كلامه في هذا طبعا ما اقنعني، لانه هو انا ما ابغى اقول له ايش لك شغل، لكن انت يعني هو استفز جمهور الاتحاد. كلمه يوسفنا وبلبله، لا يا اخي الاتحاد من حقه يحتج، انا بس. وبعدين اوكي النهائي احنا اكيد كلنا ننتظر النهائي وان شاء الله بيصير، والاتحاد ما هو كسبان والله العظيم، لا حتى الفيفا ولا. طب اتصلنا على الدكتور عبد البرقان مره ثانيه، اتصلنا على الدكتور. قول انه يوسفني مش انه نادي الاتحاد، ونادي الاتحاد ما ارسل لي شيء، بس البلبله اللي بين الاعلاميين والاخذ والرد والعطاء والجمهور. طيب يا اخي وضح. طيب ويوسف البلبله. طيب انا تدري ايش النقطه؟ يا اخي ايش خليه يهتم بالمباراه النهائيه وكذا، والله ايش وجه التغريدات اللي لا تودي ولا تجيب صراحه. يا دكتور يعني انا اقصد بشوف احيانا بعض اللي والله بعض التغريدات، يعني مو الدكتور برقان، انا اتكلم حتى عن ناس ثانيين، يعني اقولها بالمناسبه، اتمنى هذول يا اخي ما شاء الله عندهم فلوس، يا اخي جيب لك مصحح، اقسم بالله فضيحه، تقرا احيانا تغريدات انا الغيها، زي هذا اقول حرام تقرا له هذا. الدكتور البرقان اخطا في التغريده، يعني مو شرط تغرد عشان تزيد لك كم الف، انت ما والله العظيم شوف اعيد واكرر، اقول افضل رئيس لجنه، رجل خلوق مؤدب ناجح، وافضل اختيار عبد الله البرقان، لكن لم يوفق ولم يقنعني بال. والله انا مع احترامي وتقديري رؤيتي الشخصيه ان تغريدته خاليه من اي اساءه، بعد توضيحها ايضا، طالما نادي الاتحاد ما احتج، قاعد يشوف اعلاميين متهاوشين قدامه والناس تساله، وضح قال تسجيل اللاعب البرازيلي صحيح، بس الناس ما فهمت كذا. لا لا لا، بس المشكله انا فهمت كذا، انا بينت لك من البدايه. النقطه مهمه جدا، يمكن عبد الله ما ذكرها ولكن فيها تصحيح، بالعكس الاتحاد سمعنا من رئيسه انه بيرفع احتجاج. مضبوط، هذا اللي سمعناه. ايه، فانت الان لما تقول ان تسجيل لاعب نظامي، كانك تقول للاتحاديين لو ترفعون احتجاج ترى احتجاجكم هو مقبول. طيب هذا اللي الان ريحهم، لذلك يعني شوف قال ريحهم. طيب معناته المفروض يعني انت اخذت، طيب اذا ريحهم نهائي بعد، هل هذا قرار عبد الله برقان لحاله يعني، ولا قرار عشان الاتحاد نادي غلبان يعني؟ الان الامور هذه الاتحاد غلبان والله الاتحاد، عشان يعني اقول ما في هذا الاتحاد يا اخي، يا اخي الاتحاد حقه يحتج. انا اقول والله العظيم الاهلي صحتين وعافيه، يستحق في المباراتين والله يستحق، يستحق حتى لو عادوا الاهلي حيفوز، لانه عنده مدرب افضل، عنده فريق متماسك منسجم، الاتحاد بدون جانب مدرب يختار كويس، لكنه لا يزال مدرب وطني، مدرب مؤقت، كل المدربين وطنيين حطهم مؤقت وبس، خالد قروني افضل المؤقتين. الاهلي يستاهل، لكن من حق الاتحاد عميد الانديه السعوديه ليه ما يحتاج يا اخي؟ من حقه يا اخي. بس في نقطة، في نقطة مهم، في نقطة مهمة يا ابو لما، موقع عقد مع الاتحاد يصير مؤقت خالد قروني؟ ما هو مؤقت، لا نقصد مؤقت يعني عنده عقد الان رسمي مع نادي الاتحاد ومتفرغ لنادي الاتحاد. لا 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 انا ما اتكلم كذا، صحيح في عقد، بس انا اقصد هل حيشيل الاتحاد للسنة الجاية؟ لا، انا مع احترامي، المباراة الأخيرة ترى كشفت، المباراة الأخيرة دي مقياس حقيقي لمدرب عظيم، مدرب أوروبي، حتى الأهلاويين، حتى الصحفيين، أنا كنت أتكلم مع صحفيين أهلاويين أعزاء، أقول له يا أخي أنت مين أنت عشان تقول هذا المدرب؟ يا أخي هذا جاي في سنتين ورا بعض مع بطولة دولة محترمة في كرة القدم، وجاء هنا مدرب وكذا، هذا استناله، هذا مدرب مدير فني، إذا هذا أعطيه فترة طويلة وبعدين أحكم عليه. المباراة الأخيرة صدقني كانت كلمة مدربين، نعم هذا مدرب تحس أنه فريقه متماسك، مع علم الاتحاد أفضل أفرادا، عنده مواهب ما هم موجودين في الأهلي، الاتحاد عناصر والأهلي كان فريق جماعي، لكن خالد القروني الحقيقة مدرب جيد الاختيار، لكن في خلل في ما تحت، في الاعداد البدني، في الاعداد الذهني، في النفسي، هذه المدربين السعوديين يحتاجوا سنوات لين يوصلوا للمرحله دي. طيب يمكن طارق يعني موضوع الاحتجاج بحد ذاته في بعض الاحيان قد يكون المقصود منه امتصاص غضب الجماهير وتهدئه اثار الخساره عليهم،
لانه الان الزمن تغير، ما عاد في شيء احتجاج وما احتجاج. انت عندك انظمه الكترونيه تسجيل معتمد من الاتحاد البرازيلي ومن الاتحاد الدولي ومن الاتحاد السعودي. اما مساله والله انا هذا ايضا حتى ينطبق على احتجاج نادي الجيش على بنيد كور والكلام اللي ذكر، الامور هذه ما عاد هي موجوده. يعني هذه اشياء هدفها فقط التقليل من اثار الخساره وتسكيت الناس وتاميلهم وتطميعهم بحيث ان الامور تعدي. لكن الان عبد الكريم لو ما وضح البرقان او تاخر قالوا ما وضح، لا ممتاز هو لازال معنا على الخط. توضيحه ممتاز جدا. انت هو رجع معنا، احنا ندور المسؤول اللي يطلع للناس يقول لهم، بس يمكن هو رجع يعني معنا على الخط. تجاوز قراره يا ابو يزيد ولا قرار اللجنه؟ هذا سؤال مهم. شف هذه ما فيها قرار، هو عنده نظام تسجيل تم الكتروني من الاتحاد الدولي والاتحاد البرازيلي والاتحاد السعودي. طيب رجع ولا لجنه ولا حد له علاقه. طيب ناخذ الدكتور عبد البرقد. تفضل دكتور. دكتور استاذ طارق بس احنا نتحدث عن الطرح اللي نحتاج الاتحاد من حقنا. الاتحاد يحتاج على اي شيء بالنسبه للنادي، لكن تحدث بالطرح اللي موجود الان، يعني سواء البارحه او اليوم. يعني الان موضوع طرح ونوقش كذا، والاحتجاج الرسمي لم يصل للجهه المعنيه حتى الان، يعني هذا اللي اتكلم عنه فقط يعني. نعم. طيب تبي اضافه اخيره من الدكتور؟ والله ابغى ابراهيم البلوي رئيس النادي اخي من حقه يتكلم، كمان عنده اوراق وعنده ذاك، اكلمه ابراهيم البلوي. هذا هو الشخص. طيب هو يقول لك ما وصلنا شيء، خليه وصلنا يعني. طيب خلينا نشوف نشوف الاستاذ ابراهيم. الاستاذ طيب ابراهيم اكيد انا متاكد عنده شيء يعني. عموما رئيس لجنه الاحتراف ما رفعت احتجاج. عموما شكرا دكتور. شكرا دكتور عبد الله البرقان. انا اصدق رئيس النادي واصدق الاتحاد البرازيلي قال لي والله اللاعب هذا فعلا منتهي عقده ويلعب هاوي. اكيد انه اذا منتهي عقده بيلعب هاوي، وهذا النظام يقول تسجل لاعب ما عنده عقد. طيب خلينا نشكر دكتور عبد البرقان. لحظه لو سمحتوا شباب. شكرا دكتور عبد البرقان. جاء خطاب من الاتحاد السعودي قالوا ترى لاعبكم مو موقف. شكرا دكتور عبد البرقان. وسحبت منه النتيجه يا جماعه الخير. هذا احنا ترى عارف كل شيء. طيب بس عوده لموضوعنا اللي طرحناه قبل شويه. زميلنا وحبيبنا سعود الترجم يقول لك زمن من كان الاعلامي المحايد والمهني يغضب حتى يتهم بميول ما، اليوم من تساقطوا وسقطوا بالساحة الإعلامية يرددون نادينا جمهورنا إعلامنا، مو باقي اللي حط لك الشال يقعد في الاستوديو. صح. وقفتك أنا أبو يزيد أنت الموضوع. والله مثل ما قلت لك يعني الموضوع أصبح الآن الناس المحايدين يعدون على أصابع اليد الواحد. المحايد مو ليس في ميوله، المحايد في رأيه. وهذه النقطة المهمة. يعني أنت من حقك تشجع أي 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 نادي تبغى، لكن تقول الحقيقة يا أخي. لكن مع الأسف هذه أصبحت يعني غير موجودة، ويمكن يتحمل جزء منها الإعلام. الإعلام مو فقط الإعلام الشخص اللي زي أنا وبولامة والثاني اللي يطلع، الإعلام اللي يستضيف، الإعلام اللي يجيب. إذا أنت قاعد تجيب لي أنصاف متعلمين يوجهون يتكلمون، بعض الناس يسمع تقول هذا والله أنا وأنا في نادي أستحي أتكلم كذا، أنا قعدت شهرين وثلاثة أشهر والله العظيم إني ما أقدر أتكلم باسم الهلال، ما أعرف، لأن عمري ما قلت إني أنا هلالي. صحيح هلالي ميولي، لكن أنا أتكلم برأيي اللي أشوفه صح، سواء كان ضد الهلال ولا لصالح الهلال. لكن الآن يتكلمون أعظم من مسؤولين عندي، ولذلك اذا انت قاعد تفتح لهم المجال وتجيب انصاف المتعلمين هذولا وتعطيهم المجال وتقول والله عندي وسط رياضي متعصب، انت احد الاسباب. يجب ان يكون في انتقاء، بحث على الناس اللي عندهم يعني على الاقل عقلانيه، عندهم رؤيه، عندهم بعد نظر، عندهم مستوى تعليمي معين، عندهم خبره معينه، عندهم بس اخذ يعني المخرج يحتاج كذا يعني. ما له علاقه المخرج. لا ما له علاقه المخرج. لا لا في ديه الاثاره يا ابو يزيد. شوف ابو زياد ما له علاقه الاثاره. تاتي يا اخي من الشخص نفسه. الاثاره ابو زياد للاسف يعني عرفت بطريقه مغايره في السنوات الاخيره. يعني الاثاره في السابق كانت اثاره مقبوله ومحبوبه، لكن الان صارت الاثاره لا، اساءات واسقاطات وسب وشتم، هذه الاثاره الان. وللاسف في من يتبنى هذه الاصوات، يعني في ناس الان يستضيفون هذه الاصوات في قنوات مسموعه ومرئيه، يعني يشوفها الصغير. يا دكتور كبير. يا دكتور باختصار، كثير من القضايا مرت علينا في وسطنا الرياضي هذا الموسم تحديدا، وما يحتاج أن أذكرها، كلكم تعرفونها وحتى المشاهد الكريم يعرفها. في كل موقف تلاقي نفس الشخص له رأي، له رأي في قضية رئيس نادي الشباب، له رأي في قضية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، له رأي في قضية عبد الله العنزي، له رأي في قضية سامي الجابر والمشجع، له رأي. وفي قضايا كثيرة، بل الأمر زاد إلى درجة أصعب وأكبر يا رجل. حتى في صحافتنا الورقية التي تعتبر يفترض أنها يعني صحافة محترمة، صحافة سعودية، تجد يا رجل بعض المقالات الصحفية الكاتب الصحفي في المقالة، وهذا خلال 24-48 ساعة، في مقالته شيء
ولا يتحدث عن قضية سواء كانت خالد البلطان ولا أحمد عيد ولا غيره، ولكن في البرنامج التلفزيوني حر يقول اللي يبي. ليش؟ شو اللي خلاه في جريدته ما يقول هذا الكلام لكنه في البرنامج التلفزيوني يقوله؟ هذا هو، لم تكن معي فأنت ضدي. لا لا مو بكذا، هذه المسؤولية، هذا احنا نقوله. ليش احنا نقول الصحافة لما كانت صحافة مسؤولة ما كان فيها الانفلات ذا؟ انا كجريدة اذا والله عندي اي شخص يتجاوز مع السلامة ولا شطبت اللي يكتبه، لكن انت جايبهم فاتح لهم الباب يقولون اللي يبون. وهذا احنا قلناه يا اخي، افترض ما يطلع اي احد في قناة او في برنامج الا عنده رخصة عمل يا اخي من وزارة الاعلام. صحيح. كل الصحفيين كلهم اي واحد يبغى يطلع عنده رخصة عمل وتصريح مزاولة المهنة انه يطلع في اي والله عبد الكريم اخطأ توقف رخصته ما يطلع في اي برنامج ثاني. نعم. لما يعرف ان عليه هالمسؤولية ذي بالتالي حتقدر تتحكم في الامور، ما تصير الدعوة بس مفتوحة. وهذا الفرق، هذا اجابة على سؤالك، انه في الصحف في مسؤولية، في مسؤولية وزارة اعلام، في مسؤولية نشر، في مسؤولية ابو يزيد صحف، اتفق مؤسسات معك اعتبارية. اتفق معك، الاساءات والشتيمة والسب هذه كلها لها حدود معينة، لكن انا قاعد اقول لك الان معلش خلينا نتكلم بصراحة ووضوح يا اخي. في القضية الاخيرة بين رئيس نادي الاتحاد الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مقالات نزلت في جرائد يا رجل ما طروا هذا الموضوع، ما حد جرأ يكتبه. في برامج تلفزيونية حرية، حرية كاملة. طيب ليش هنا لا وهنا ايه؟ هذا السؤال. طيب معناته انه موضوع لا يستحق مثل هالفوضى ذي وهالاندفاع، وانه يحول قضية الساعة. صحيح. على اثنين يتهاوشون، هذه مثلنا لما شفنا واحد مسوي حادث ولا متضاربون اثنين وقفوا العلاقة وتفرجون، والعاقل يمشي ولا يلتفت لهم. طيب فهذه نفس الحكاية، العاقل يعطي الموضوع حجمه الطبيعي او حتى يشير لو يتجاوزه، لكن اذا البرامج تبي مثل برنامج ساعتين ابو يزيد، ابو يزيد انا بتكلم بقضية القضية في عندنا شيء كثير وشيء ايجابي ومزيد. تفضل ابو لمع. دقيقة، في قضية ابو البلطان في هناك من تقصد الاساءة لخالد البلطان لسبب ابعاد الرجل عن المشهد الرياضي، لان الرجل الان قاعد يصنع اثارة اعلامية وحضور اعلامي لفريق الشباب مع الانجازات اللي حققها الشباب، وهذا قد يؤثر على جماهيرية بعض الاندية. يمكن سالتني قبل فتره قبل شوي قلت لي ليش الشباب على وقت فؤاد انور والشباب والنجوم اللي والمهلل وحققوا بطولات ولكن ما جاء جمهور، لانه كان مع احترامي وتقديري لرؤساء النادي في ذاك الوقت ما كان يرافق هذه البطولات حضور اعلامي مثل ما الان موجود. يعني لو كان هناك حضور اعلامي متميز مثل ما هو موجود اللي يقوم به الان خالد البلطان مع البطولات اللي حققها النادي، صدقني حتكون جماهيريه الشباب اكثر من كذا. ولكن للاسف الناس اللي كانوا في الفتره هذه كانوا مثاليين الى ابعد درجه. لا ذاك الوقت الفريق الشباب يحقق نتيجه ولا تجد الاثاره ولا تجد شيء. عندك اكثر حول 1000 صحيفه الكترونيه وعندك تويتر وعندك تغير الزمن، حتى لو حط فيديو ما كان في فضائيات عبد الكريم، ما كان في برامج فضاء، ما كان في ولا في فضاء رياضي واحد كان يطلق على اداره الشباب اداره مثاليه، ما تتكلم ولا تدافع ولا تصدر اي شيء. بس الامور ذاك راح ذاك الوقت لا شيء صبر. شوف انت لازم تدافع عن حقوق ناديك دكتور، دكتور مع تقدير لك دكتور، بس دكتور في تصريح دكتور انت قاعد تشيد للامانه شبه اجماع او اجماع تقريبا على انه الاستاذ خالد البلطان اخطا يا اخي تجاوز. لا هي ردت فعل يا ابو لمع وليست ردت فعل امسك الكرباج، ردت فعل وليست فعل، الفعل يقابلها ردت فعل. لا بس تصريح عنيف جدا قوي. عنيف. نعم. انا اقول لك انه قوي صح. رجل زي احمد عيد اسم بس تراها تراكمات يا ابو في فيها اساءه، في تراكمات. لجنه الانضباط تقصدت الشباب فتره طويله، يعني لجنه التحكيم تقصدت الشباب فتره طويله، يعني كل هذا الكلام كلام عاطفي. كلمة تقصدت هذه يعني أنا أختلف معك. لا لا كلام عاطفي، ليس على الشباب ولا على النصر ولا على الهلال ولا على الاتحاد. شوف إذا بندخل بندخل في النوايا حيطلع شريط، حيطلع شريط عن الأخطاء التحكيمية اللي أضرت بالفريق. رئيس الشباب قال اليوم في إذاعة أفهم التقديري هذا ولم يقل الأخطاء التحكيمية المقصودة. أنا بقول لك حاجة، لما تجيب مرعي عواجي في مباراة الشباب مع الفريق وهو يعني كانت له قضيه مع نادي الشباب، هذا مو بتقصد واستفزاز؟ لا مو بتقصد، مو بتقصد يا اخي، حكم انا ما ابغى يجيني في المباراه هذه، كان له موقف ضد الفريق الشباب تجيبه لي في هالمباراه ليه؟ يا استاذ هذا معناته استفزاز لفريق الشباب. تراكم بكره لو جابوه مثلا مباراه النهائي عشان بقرا لكم بيان نادي الاتحاد، هل بيرضى الشباب مثلا؟ هل بيرضى الشباب يقرا عشان عندي بيان نادي الاتحاد الان، وصلني انا بيان نادي الاتحاد بنقرا، بس اعطيني تعليقك على الموضوع اللي قبل قاعد نتكلم عنه الان. انا اقول اصلا الاعلام الرياضي غير مؤهل عندنا، غير مؤهل. احنا شفت يعني شوف انا كنت بتكلم في الامكانيات
الإمكانات البشرية في الرياضة السعودية من ضمنها الإعلام. إيش المشكلة عندنا في المدربين وفي الإداريين وفي الإداريين بشكل عام والصحفيين كلهم هواة؟ مشكلتنا الكبيرة أننا إحنا هواة. لاحظ في فرق، ما أقول متفرغين أو غير متفرغين، أقول هواة. وحتى تصنع جيل محترف من الإعلاميين والإداريين والمدربين تحتاج إلى سنوات. احترفوا عندنا لاعبين برضو غير مؤهلين، لكن عندنا بقية الفئات غير مؤهلة. تعال يا أخي الإعلامي، الإعلامي هل لعب كورة ما لعب كورة، هل عنده شهادة ما عنده شهادة، هل تخصص في اللعبة هذه ما تخصص في اللعبة. واحد لا عنده شنب ولا شيء فجأة عمود يكتب لك ويهزئ من نواف بن فيصل إلى اتحاد كرة القدم إلى اللاعبين ما يخلي ولا يبقي، هو لا ما يفهم شيء في كرة القدم. لكن المجال مفتوح، المساحات كبيرة في الصحافة وفي التلفزيون وفي البرامج، ما هذه المشكلة. كل من هب ودب صار إعلامي رياضي. تعال يا أخي أوروبا، روح مصر، روح لبنان، روح يا أخي كلهم شيبان، أقسم بالله خبرة، لعب كرة، لعب كرة، عنده شهادة، مارس، قعد سنوات طويلة ما مسك عمود إلا بعد 20 سنة من عمله كميداني. أبو لما هذا اللي ما عنده سنة الآن هو اللي قاعد يتوجه، هم اللي قاعد يوجهونه، يوجهوا تدري نعم، ولا يأخذوا فلوس كمان أكثر. الآن الصحفيين اللي ملين الساحة وصاحب أصحاب الصوت القوي هم اللي لهم علاقات مع رؤساء الأندية في كل الأندية بدون استثناء. كل رئيس عنده صحفيين أو 3 أو 4 صحفيين، وهذول هم في تويتر ما شاء الله واصلين الملايين، وفي وسيطر على البرامج وعلى هذا. هذه المشكلة يعني مع الأسف، والأسباب كبيرة غابت. ولا ما أكثر البرامج الرياضية، ترى عندكم أنتم الحين ما شاء الله صاروا في صحفيين شبابيين. أكثر البرامج الرياضية سعودية، بل ان البرامج الرياضيه غير السعوديه تستضيف السعوديين، ولذلك الحضور هذا الاعلامي ترى موهب مفيد للدوري السعودي. يعني مفيد ولا غير مفيد؟ لا مفيد، بس لا يكون منضبط، يكون منضبط. لكن لما يجي مثل هالشباب اللي تقول عليهم واللي يكتب، انا اعتقد حتى بيفقد الدوري يعني. طيب يا جماعه اثارته وروعه. ثانيه واحده يعني طبعاً. المشكله يا دكتور انه لما يكون القرار يتبع هذا التوجه هنا المصيبه. اي نعم، هذا نعم، هذه المصيبه. صحيح. يعني انا ما عندي مشكله واحد يكتب يسب يقول اللي يبي، لكن صحيح. انا انظر لك هامشي ما لا في مشكله اللي يسب ليش يسب، خله يقول لين بكره. لكن لما يجي القرار وفقا لهذا التوجه هنا الكارثه، معناته صاحب القرار نفس العقليه ونفس الراي. هنا الخطوره. من زمان العالم تصايح وفي متعصبين من خلقه الدنيا، من الكوره، من ايام على ما قال المجرشه وما ادري وشي الانتخابره من زمان. لكن ما حد لعبته هذه ولا يظل راي. لكن صاحب الرحمن الشمالي صاحب القرار شخص مسؤول ينظر للمصلحه العامه وعنده مساواه بين الناس، ما يدخل فيها الامور ذي. هنا المشكله انك تصبح مثل التوجهات هي اللي تدير البلد، وهذه كارثه. طيب انا بس كنت بقول شغله، انه رغم وجود لوائح وانظمه عندنا في الرياضه السعوديه، معلش يعني اخذونا على قد عقلي، رغم وجود هذه اللوائح والانظمه ليش لا زال تعاطينا مع قضايانا الرياضيه وفق ميولنا؟ في لائحه وفي نظام، اذا طبقت اذا 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 تم تطبيق اللائحه والنظام ابى اشوف، اذا على نادي كلامي بيختلف، لكن اذا على غيري لا اجلد، خذ راحتك فيه. طبعا هذا موجود. يمكن النسبه اللي قالوها الاخوان، يمكن انا اقول 90% او الاغلب انه ميولهم هي اللي تسير ارائهم. ايضا الميول تسير في كثير من القضايا. انا كنت يعني مع بدايه تويتر كنت اتفاجأ يعني باراء بعض الزملاء اللي الاعلاميين اللي يعني في صحفهم وفي التلفزيون كانت يعني هاديه وكذا، تجي في تويتر واضح انه مشجع يعني مشجع خطير يعني اكثر من المشجعين. في الفتره الاخيره هذا في البدايه، بدايه تويتر قبل يعني 3 4 سنوات 2 3 سنوات، الفتره الاخيره صار لا صار التشجيع في البرامج الرياضيه نفسها. وصل بدا الغزو وصل بدا الغزو. يعني انا لما اشوف مثلا زميل يعني خلنا ناخذ مثال يعني يقول يعني احقر الاعلام اصفره او احقر الاعلام ازرقه مثلا، يعني انت فكر في معنى العباره هذه. والمذيع يعني يتبسم مبسوط يعني يتبسم يعني ما شاء الله كانه يعني كان اللي قدامه حقق له الشيء اللي هو متفق معاه. انت ليش ركزت على البرامج الرياضيه بشكل عام؟ عشان هذا برنامج لا ليش حطيتوا هذه تحت المجهر؟ هذا مو هذا موضوعنا احنا. معليش احنا موضوعنا يا جماعه قاعد اقول لكم في لائحه ونظام بنستغل فرصه. مثال لما طبقت اللوائح والانظمه على مسؤولين في الرياضه ولا على لاعبين ولا على يعني اشخاص، انا بقول لك اول شيء ليش تعاطينا معاها حسب ميولنا؟ اول شيء تصفيه حسابات. ايوه يعني مثلا احمد عيد الان، احمد عيد
أنا والله ما الرجل يعني غير متابعتي لعمله، يعني أنا أعرف أن الرجل قبل في شهر صفر 1434 تم انتخابه، أعرف أن في منافسين فاز بفرق صوتين 32-30 صوت، المنافسين هذول يعني تخيل 32-30 الثلاثين صوت هذول صاروا ضده، يعني ما هو معارضة، صارت معارضة وعمل طبيعي، هذا طبيعي، لا مو طبيعي انه يصير معارضة، طبيعي طبيعي حاجة، انا يعني انا خسرت، انا اذا خسرت لكن انا لا المنافسة تصل للحد اللي ساعة، معليش اعطني فرصة، بس انت اعطني فرصة، طبيعي اني انا احاربه، يعني يضع النظام الاساسي، يبغى الجمعية العمومية تضع ملاحظاتها خلال فترة بسيطة، النظام الاساسي وضعه يمكن خلال 3 أسابيع او اقل من 3 أسابيع، الى الان من سنة وشهرين وهم جالسين ملاحظات، يسافرون ويروحون ابو ظبي المدري وين على حساب اتحاد القدم، ينتظرها ملاحظات، تعطيل للعمليه، تجي للجان، يعني تستغرب احيانا بعض التصريحات، يعني سامي النمري لما يهز اللجان، انت كيف تحارب اتحاد عن طريق اللجانه؟ اللجان يعني في خلل، يعني انا ما مثلا ممكن اتكلم عن لجنه الانضباط، انا لجنه الانضباط لي ملاحظات عليها العام الماضي، كان في مشكله انتقدناها فعلا، يعني في خلل لابد تعالج، لكن الرجل له سنه واربع شهور وفتره 4 سنوات مفروض نصبر عليه، لكن نعم. في حرب صراحه وتصفيه حسابات، توصل المساله الى انه يجي رئيس نادي ويطلق تصريح مسيء اساء لقائله قبل ان يسيء لهذا الرجل المؤدب الخلوق اللي يعمل، اللي اعطى اللجان كلها صلاحيات، انا اعرف بعض الاخوان وبعلاقاتي في اللجان دائما يتحدثون عن الصلاحيات المطلقه اللي يعطيها احمد عيد، أنا أقول الرجل هذا يجب أنه يستثمر، شخص عنده كثير من الصفات اللي تهيئه وتخلينا نفتخر فيه، أنا أشيد في أحمد عيد أهلاوي، أشيد قبل قليل في عبد الله البرقان وأدافع عنه أمام اللي ينتقده لأني أرى أنه على صواب مع أنه هلالي، أشيد ولذلك ما تحدد الميول، للأسف في كثير من الآراء قبل ما أحكم على الرأي أشوف والله من اللي قاله وش هدفه وش كذا، هذا اللي أبغى أوصل له، انا الحين اعطيك رايي، انا تعطينا احنا مع هالقضايا، خالد البلطان من اكثر الناس اللي اشدنا فيه، رجل فرض اسم الشباب على الكره السعوديه، نافس الهلال واخذ منه بطولات، نافس الاتحاد واخذ منه بطولات في الوقت اللي غاب فيه النصر سنوات طويله، الان موجود كبير، وضع يعني ناديه وضعه فعلا في الواجهه في اصعب مرحله، لا يزال موجود لابد، لكن لما يخطي ما في شيء ننتقده، أنا تابعت، بس النصراويين كلهم ما يبغوا الآن، أنا أشوف يعني هي تحولت إلى أندية الأهلاويين، أنا بشكل عام أنا طبعا ما أبغى أقولها، بديت تفهمون فكرة التقرير كويس الحين، والله شكرا، شكرا لكم، والله شكرا، أنا أقول أقسمهم جايك أنا في الموضوع، ممكن أقول والله بس انطباع، ممكن أكون غلطان، ممكن أحد يشتمني، بس أنا أقول كذا عرفت من خلال متابعتي الأهلاويين والنصراويين ضد البلطان، ضد البلطان، الهلاليين الهلاليين والشبابيين مع البلطان، ما في مشكلة، الاتحادين ضعوف، طيب محايدين غلبانين، محايدين هذا مساكين، والله الاتحاد والله العظيم نادي عظيم، الله 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 يوفق، الحين تو ضعيف، الحين تو ضعيف صار عظيم، هو عظيم، نتكلم على التاريخ، لا لا الاتحاد لا واسطة ولا قوة ولا شيء، نادي عريف ومحترم وصاحب انجازات وبطولات، سددوا عن لا يشجع العميد، سددوا عنها ديون، يعني فريق كبير، والغوا عنها ديون، وين ضعيف يعني؟ ما نطلب احنا، خلوه يسجلوا عليه ديون، عندنا شهادة العميد، تفضل يا ابو ناصر. طبعا شوف انا ما اختلف معك انه والله مثلا الاهلاويين كثير من النصراويين ضد، هو نادي منافس طبيعي انه يصير فيه، يعني انا اقول مثلا رئيس الهلال في ناس كثير ضده من اندية اخرى، رئيس النصر يعني بعد ما حقق الدوري والكاس من اللي يعني بيكون مقرب له ولا محبب له من الاندية الثانية، شيء طبيعي لما انت تكون منافس وتجيب بطولات اكيد بيصير فيه صراعات، يعني بالذات النصر والهلال والشباب في الرياض اكيد في منافسه على من الناديين، صراعات بس ما تغير قناعاتي، ما تغير قناعاتي يا اخي، انا لما اقول ان هذا التصريح خطا هو خطا لانه مبني على اشياء كثيره، لما يكون في لائحه ونظام وقانون يفرض هذا الامر، انا بالنسبه لي كناقد ولا كمتابع ولا كجمهور خلاص اعرف ان هذا خطا، لكن ما راح اوقف مع الخطا لاني والله المتضرر هذا، انا ما ابغى احولها الى البلطان وقضيه البلطان، لا 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 احنا نتكلم بشكل عام عموميات، لا لا انا بسال سؤال على حقه البلطان، قضيه البلطان بالذات، البلطان وش اللي خلاه يطلق هذا التصريح؟ لابد نسال انفسنا يا جماعه الخير، هل بيجي يقوله كذا بدون اي سبب؟ يعني انت تأيد التصريح حق انا ما ايده، انا اقول قوي تصريح قوي، انت دكتور جامعي، انا بسالك سؤال يا ابو لبن، انا سالتك سؤال بس ما جاوبته، انا اقول اسالني، اقول الان البلطان وش اللي خلاه يطلق هذا التصريح؟
يعني هل هو كذا تصفيه حسابات؟ اطلق التصريح انا رايي تصفيه حسابات كذا عفوي ولا حسابات مع مين؟ ضد الاتحاد. لا 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 ضد الاتحاد القدم. كيف؟ انا بنقل سؤالك بنقل سؤال الدكتور بطريقه ثانيه. خلينا نقول البلطان صرح واخطا نعم وتحمل عقوبته صحيح. طيب الاطراف الاخرى وين عقوباتها؟ ترى تعاقد هو اذا ما هو رئيس الاتحاد مثلا تعرض للش اسمه للبلطان لما يقول والله البلطان ما يمثل نفسه نعم. البلطان ما تكلم عن شيء شخصي لا يتكلم عن حقوق نادي الشباب نعم. تكلم عن نادي الشباب اذا هو يمثل نادي الشباب كيف انت تطلع رئيس اتحاد تقول والله هذا ما يمثل نفسه ابو يزيد هذه واحده خلينا نقول ابو يزيد البلطان اخذ عقوبته يعني خلاص انتهى اي نعم خلاص طيب انتهى اخذ عقوبته اذا احنا ناس نقول والله احنا الان ناس نطبق نفس الشيء اذا احنا نتكلم بالميول احنا نقول بس البلطان 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 وبس لا لا ومن اللي دقيقة لا لا خلنا نكمل لك البلطان طيب تعرض لهجوم من مترجم نادي الاتفاق نعم وين نعم. العقوبه سامحوا اتصلوا يقول هذا سام كل اخي في رؤساء يا ابو اذا انت عشان تكون منطقي ومقبول من الناس وحقيق انك انت فعلا تقول الحقيقه لازم تنظر لكل الجانب جميعا نعم. والله البلطان شوف يا اخي انت تتكلم عن لعبه ما هي لعبه مقابر وقبور ولا كذا يا اخي احنا لعبه حياه يعني صحيح. ما هي لعبه موت كره القدم لعبه حياه التصريحات المثيره جميله ومطلوبه والاكشن هذا مطلوب ممتاز. خالد البطان رجل اكشن انت تقول لي ليش ترى هو رجل مقاتل زيه زي الامير فهد بن خالد زي الاتحاد ابراهيم البلوي في الاتحاد هذا مقاتل وحينجح في الاتحاد عندك الامير عبد الرحمن السعد والأمير فيصل بن ترك هذول مقاتلين ترى المقاتل ده أجريسيف عارف ما يبغى يخسر فهو جولات ترى البلطان قيادي وعنده شروط القيادة وعنيف لكن شوف أنا أقول لك خالد بلطان رئيس مهم وإذا راح والله الشباب يطيح رجل مهم في الشباب لكن في تصريحه الأخير غلط أبو لما لحظة الله خليك لحظة إحنا ليش نختزل كل مشاكلنا في الوسط الرياضي هذا الموسم تحديدا خالد البلطان بس لأنه بس دقيقة الله خليك إيه؟ يا جماعة الخير عندنا قضايا كثيرة مرت علينا في الوسط الرياضي هذا الموسم صحيح. يعني ولو أخذ يعني لها قرارات بس بيخالف في شيء أخذ له قرارات في شيء ما أخذ له إلى الآن معلق مثل ما قال أبو يزيد قبل شوية لكن ردا على كلام أبو يزيد قبل شوي الآن إحنا لو شلنا مثلا لو شلنا اسم خالد البلطان وحطينا مثلا الأمير فيصل بن تركي مثال على هذه القضية هل أنت توجهك أو نظرتك لهذا الأمر ستكون نفس الشيء طبعا أنا ما أقصدك أنت أنا أقصد التعاطي مع قضايانا سؤال حلو التعاطي مع قضايانا أنا بجاوب عليك أبو يزيد لا بس دقيقة الله خليك التعاطي مع قضايانا سواء كان من هلالي إلى نصراوي أو من نصراوي إلى هلالي أو العكس أو في أندية ثانية التعاطي مع قضايانا كلها تأتي وفق الميول أنا أتفق معك أنه في قضايا معلقة والآن ما حلوها وننتظر حلول فيها إحنا عندنا عقلية مع الأسف يعني نظرتها يعني انا انظر للامور بزاويه غير اللي انت تنظر فيها وابو لما ينظر من زاويه ثانيه والثانيه يعني بعض الاحيان يجيب لك واحد يعني صرح تصريح قوي واتخذ عليه عقوبه واحد ما قال شيء قال هذا قال كذا ولا اتخذ عليه عقوبه طيب وش جاب ذي وش جاب ذي يعني يبغى يعاقب هذاك باي شيء يعني شفت حقه الولو حقه عادل امام زيها بالضبط طيب هذا قال كذا يلا ليش ما عاقبته ما هي بالدعوة أنه عاقبت هذا لازم عاقب ذا الحدث نفسه يعني أنا مرة أذكر كتبت في جريدة شمس الله يذكره بالخير كتبت ما أدري أنه حكام النصر أو شيء زي كذا وجبت أنه والله في أكثر من حكم تكرروا في مباريات النصر وأبعدوا وهم ما سووا شيء مجرد النصر يحتجوا عليهم كان ذاك الوقت فهد العريني وراح شكوى من النصر وهجوم وشكوى من الفيصل عبد الهادي أمين عام اتحاد الكرة ليش ما يعاقب طيب الرجال ما يعني وين الإساءة؟ واحد حكم النصر ثلاث مباريات ثم استبعد عشر مباريات ما قرب لهم. اوكي. حقيقة ذي ما فيها إساءة. احنا قلنا انه لجنة الحكام قاعدة تتعامل بالمبدأ ذا. فقالوا يلا هذا ما عوقب ولا لجنة الانضباط هذه تجامل. نظرة الناس للأمور ما هي بنفس النظرة اللي تنظر لها ولذلك مو بكل واحد يقيم احنا أخطر شيء عندنا احنا خلينا الأمور متاحة للي معه ولا ابتداء وللي معه جامعة كلهم يدلون بدلوهم. كل واحد يفتي وهنا الخطورة ما يمكن أن أخذ الكلام اللي من أبو لما ومن فلان ذا كلهم زي بعض زي تأخذ واحد مشجع عمره 16 سنة هم ناديه والباقي ما عليه منه صحيح هذه الخطورة هنا يعني على سبيل المثال الآن خلينا نطلع السياسة شوي أحداث مصر لما نزلوا طول العمر الطبقة المتوسطة والفقيرة والناس اللي ما عندهم أي معلومة ولا أي فكرة ونزلوا الشوارع يا نفذ القرار ذا يا تتوقف البلد صار اللي يدير البلد منهم الناس المساكين اللي ما يدرون عن شيء
بينما الناس اللي يفترض في يدهم الحكم وفي يدهم الفكر والنظرة الكبيرة والفهم والإدراك هذول مو بعادين. يوم كرشوا هذول من الشوارع طول العمر صار الأمر بيد الناس المتعلم والمثقفة اللي هم مصلحة البلد مشت البلد. هذا اللي احنا نقوله. إذا أنت خليت الأمور طيب. والله بيد أي واحد يطلع يكتب في تويتر ويقول وأنا صرت أمشي معه معناه ترى يقودني للهاوية ذا. بعدين هاي الصحفيين والله العظيم أنا وأنا شيء اسم كذا وبعدين الأسماء اللي هم رؤساء التحرير الكبار متولين القيادة لا أعطوا الفرصة للشباب ولا هم يتحركوا ولا شيء. حتى الاتحاد اللي طلبنا أنا ما أدري كنت عضو أنا عدد كبير من الزملاء في اللجنة التأسيسية للاتحاد الإعلام الرياضي نفس الهيئة ذي رفضت قالت لا لا يجوز للاتحاد أن يؤسس وفي في الهيئة. طيب الهيئة ما تحركت نائمة لا في تأهيل للإعلام ولا في مؤتمرات ولا في ندوات ولا في يعني احنا صدق الزميل خلف ملفي كان كاتبه وحضر في البحرين الأسبوع الماضي شيء يفشل يعني عارف إعلامنا الوحيد اللي لا في لجنة ولا في ناس يتابع وبالتالي التأهيل مين المسؤول عنه كانوا دائما رؤساء التحرير ايش يقول لك هذه الأقسام الرياضية أستاذ طارق إمبراطورية قائمة بذاتها اتركهم وسيبهم خليهم يصنعوا لا تأهيل ولا شيء. ترى أبو زياد طرح سؤال بس أنتم يمكن لفيتوا عليه حرين الله يهديهم لو قال قال لو كان فيصل بن تركي مكان البلطان وش بيحدث والعكس العكس انت قلت كذا وقصها الانديه الثانيه هل يهاجم فيصل بن تركي ما يهاجم البلطان الان لا لا الانديه تتغير الالوان بس تغير المهاجمون هذا اللي يثير التعصب ليش تتغير انا عندي قانون ولائحه ونظام اذا كانت القرارات تتغير بتغير المصدر قرارات تتغير المواقع تماما لذلك انا اقول لك البلطان فهم اللعبه عشان كذا الشقه فهم الرقعه الاتحاد هذا ضعيف واللي يضغط على هذا الاتحاد يحصل على ما يريد هذا الكلام الزبدة الكلام كله هذا اللي صاير أنا أختلف يعني إحنا البلطان ضغط على الاتحاد وحصل إيقاف سنة وثلاثمائة ألف حصل على ما يريد لا حصل هذا اللي يبي رئيس النادي أنا بس ما بقول على الهواء حصل ما يريد الآن الحكام الأجانب اللي جو إحنا نعرف قبل سنة لا يمكن يحكم في كاس ولي العهد ولا كاس الملك حكام أجانب كلهم حكام محليين الآن يحكم حكام أجانب والاتحاد السعودي لكرة القدم جابهم استجابة لرئيس نادي الشباب للضغوط الإعلامية وحدهم البلطان أحد الضغوط الإعلامية البلطان في أمور أخرى أنا ما أبغى أقولها على الهواء لكن هناك أشياء كثيرة كسبها الشباب من تصريحات البلطان وأنا قلتها بتغريدة وبقولها إن شاء الله بعد نهاية كاس ومع الأسف ما أنت الصوت العالي هو اللي يكسبه هذا الكلام اللي أنا بقوله الآن هذا يعني وضع مؤسف وهذا اللي إحنا نقول لما قرارات تمشي مع فهمها فهم الإعلاميين واشتغلوا عليها صح طيب. وكسبت أنديتهم وبعض الإعلاميين المثاليين في أندية أخرى للأسف طيب. أضروا أنديتهم بالسكوت عن هذا طيب الكلام هذا كلام صحيح. أحمد عيد اسم كبير بس فعلا ضعيف تعطي فرصة يا أبو لمع أنا يعني اسم, فرصة. اسم نجم عملاق بطل صحيح نزيه خلوق مؤدب جدا حاضر هو الأستاذ أحمد عيد صراحة اختيار جيد أنا لكن يا أخي أداؤه ضعفه أول شيء اللجان نفسها لما لا تسأل تقول تمدح اللجان وتقول أعطى صلاحيات اللجان ما قلت وقال أحسن لجان موجودة الآن وشتم لجنة الاعتراف تروح تسأل ويقول لك اسأل كذا ما سأل كيف رئيس صلاحيات ما عنده صلاحيات ها بعض الأحيان أعطى صلاحيات هذا يعتبر عيب مو هو بميزة صلاحيات إذا تارك الدرعة ترى عنده صلاحيات هو حاسب أنا آخر تصريح قريت له إنه نهاية الموسم بيعيد تشكيل اللجان بيعيد يرتب اللجان هذا صح يعني لجنة الانضباط هذه من أسوأ اللجان أنا رأيي من أسوأ عمل لجنة في الاتحاد السعودي لجنة الانضباط يعني حتى قرار إيقاف البلطان ترى قرار يعني ناقص صحيح. في واحد ارسل تغريده بقراها عليك انا ما ادري وش القرار يعني عشان كذا إيقافه عن ايش إيقافه سنة احنا شفناه